بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلام الله عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في الجلسة الثانية من هذه الندوة العلمية المباركة المتميزة من حيث موضوعها ومن حيث ضيوفها كذلك. أما من حيث الموضوع فهي تتحدث عن العراق الحبيب وما يواجهه من الخطر الصهيوني، ففي زحمة الاحتلالات والابتلاءات التي تعصف بالعراق ربما يقصر بعض الباحثين أو يغيب عنهم التركيز على هذا الخطر. تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، إلا أن خراشا قد ضيع صيده. أما العراق فسيظفر بكل أعدائه بإذن الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره. في هذه الجلسة الثانية سنتناول محاور جديدة مع كوكبة جديدة من الباحثين، أرحب بهم وأطلب منهم الصعود إلى المنصة. فضيلة الدكتور حاتم الفلاحي، الباحث في مركز الرافدين للبحوث والدراسات، والأستاذ محمد مشينش الباحث الفلسطيني، حياه الله. الفلسطيني أصلا العراقي منشأ وهوى. وكذلك فضيلة الدكتور ثامر العلواني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونبدأ أيها الإخوة الكرام بالورقة الأولى مع الدكتور حاتم كريم الفلاحي، الباحث في مركز الرافدين للبحوث والدراسات، ليتحدث في ورقته إن شاء الله تعالى عن أثر الغزو الأمريكي في التغلغل الصهيوني في العراق، فليتفضل إن سمح مشكورا. يعني في حوالي 20 دقيقة إن شاء الله على الأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الموضوع أثر الغزو الأمريكي في التغلغل الصهيوني في العراق هو موضوع طويل ويأخذ أبعاد متعددة. سأحاول أن أغطي الغالبية العظمى من هذه الأمور التي سنتطرق إليها الآن إن شاء الله. بداية، أوجدت أحداث 11 من سبتمبر عام 2000 بيئة مناسبة للغدارة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها في المنطقة بذريعة محاربة الإرهاب من خلال القيام بعمل عسكري يقود إلى تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة في بعض دول المنطقة، ومنها النظام السياسي الحاكم في العراق، الذي ترتب على هذا الغزو تنصيب نظام سياسي جديد يتلائم مع المصالح والأهداف الأمريكية الصهيونية في المنطقة. وقد تلخصت أهداف الغزو الأمريكي البريطاني للعراق على المستوى المحلي في احتلال العراق وتدمير قوته وسلب سيادته وتقسيمه على أساس عرقي وطائفي، ونهب ثرواته وتجويع شعبه وإذلاله ووضعه تحت حكم فاسد تابع إلى أجندة خارجية وبالأحرى تابع إلى إيران. أما على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي فقد كان الغزو يهدف إلى تدمير مرتكزات القوى العربية لضمان أمن إسرائيل والسيطرة على منابع النفط والهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية على دول المنطقة وحماية الممرات البحرية لضمان إمدادات الطاقة وتدفق النفط بأسعار مناسبة، وكذلك تهيئة المنطقة للتقسيم من خلال تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته الإدارة الأمريكية في المنطقة لترسيخ زعامتها الانفرادية في العالم. وفي هذا الصدد يقول الدبلوماسي والعسكري الأمريكي المتخصص في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط أنتوني زيني في حوار له على قناة السي بي اس الأمريكية في عام 2004 إن الولايات المتحدة الأمريكية شنت الحرب دفاعاً عن مصالح إسرائيل كأحد أهم الأهداف الأساسية لها، وبناءً على دعوة المحافظين الجدد داخل الإدارة الأمريكية. وهذا ما أكده أيضاً خبراء أمريكيين آخرين في هذا الصدد،
بأنه الحرب التي جرت في العراق جرت بضغط من اللوبي الصهيوني والموجود في واشنطن، بالإضافة إلى الضغط الذي يمارسه الكيان الصهيوني على الإدارة الأمريكية. الدور اليهودي ومصالح إسرائيل في المنطقة. لقد ترتب على الغزو الأمريكي البريطاني للعراق نتائج خطيرة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وفرضت واقعاً جديداً في المنطقة. فالغزو منح كل من إيران وإسرائيل فرصة ثمينة لإزالة القوة التي طالما شكلت تهديداً مباشراً لأمنها القومي وعائقاً أمام مخططاتها التوسعية في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تمددها وظهورها كقوة إقليمية مؤثرة تسعى لفرض سيطرتها وهيمنتها وتحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة. لقد احتلت المصالح الإسرائيلية أولوية كبيرة ومتميزة في الأجندة السياسية الأمريكية العدوانية ضد العراق، كونها تأتي في إطار المصالح المشتركة بين الدوائر الأمريكية من جهة وبين المنظمة الصهيونية العالمية وإسرائيل الرسمية من جهة أخرى. فاللوب الصهيوني كان له نفوذ كبير ومؤثر على صانع القرار السياسي الأمريكي في أروقة البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والكونغرس الأمريكي. كما أثبتت المعطيات بأن غالبية من يمسك بالملف العراقي في وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك ووزارة الدفاع البنتاغون والبيت الأبيض هم من أعضاء اليمين الإنجيلي الأمريكي المتصهين، وجلهم من أعضاء منظمة الأيباك، والجميع يدفع باتجاه شن الحرب على العراق. وكانت هناك تصريحات كثيرة في هذا المجال بأنه كان هناك دفع كبير جدا للإدارة الأمريكية لشن الحرب على العراق. لا شك بأن التحريض الإسرائيلي كان له دور محوري وحيوي في تحريض الولايات المتحدة على غزو العراق، وهذا كان يعني يشمل شتى المجالات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، خصوصا وأن إدارة بوش كان يهيمن عليها التيار المحافظ الموالي لإسرائيل والذي يدفع ويحرض الإدارة الأمريكية على شن العدوان على العراق. وأشارت صحيفة هارتس الإسرائيلية في فبراير عام 2003 في مقال لها أن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية كانت تتوق إلى شن الحرب إلى العراق، وقد أيد الكثير من القادة الإسرائيليين رغبتهم الجامحة لشن الحرب ضد العراق، لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهتهم بتخفيف وكتم هذه الرغبة الجامحة حتى لا يقال بأن هذه الحرب قد شنت من أجل المصالح الإسرائيلية. يضاف إلى ذلك بأنه قادة اللوبي اليهودي في أمريكا أكدوا على ضرورة تخليص العالم من صدام حسين وأسلحة التدمير الشامل، كما ذكرت بعض الصحف الأمريكية بأن موضوع أمن إسرائيل يسرع من عوامل الحرب. حقيقة لقد نجحت جهات متعددة في الفترة الماضية بتوريط العراق بالكثير من الحروب في المنطقة، وهذه الحروب كانت حروب طاحنة عملت فيها إسرائيل على إطالة أمد الحرب بشكل كبير جداً من خلال الحرب العراقية الإيرانية وإمداد إيران بالسلاح وبالمعلومات وما إلى ذلك من أمور. بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ازدادت المخاوف الإسرائيلية بشكل كبير جداً بعد أن خرج العراق منتصراً في هذه الحرب بأكبر جيش عرفته المنطقة، وبعد انتصاره على الجيش الإيراني بكل إمكانياته وقدراته العسكرية، ولكن بنفس الوقت خرج العراق منهكاً ومثقلاً بمديونية كبيرة جداً أثقلت كاهله في إعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة العراقية. ثم جاءت الفرصة مرة أخرى لإسرائيل للتخلص من القدرة العسكرية العراقية عندما تم غزو الكويت في 2 آب 1990. لقد كانت الرؤية الأمريكية لتغيير خرائط المنطقة واضحة، حيث واصلت إسرائيل ضغطها على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اللوبيات اليهودية المتواجدة في واشنطن من أجل القيام بعمل عسكري لغزو العراق. وهذا ما طرحته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها السيطرة على منافع النفط وحماية أمن إسرائيل. وكانت تطرح خطة واضحة بأنه يجب إعادة تشكيل ورسم خريطة المنطقة الإقليمية بما يخدم المصالح الإسرائيلية في إطار خطة شاملة لتهيئة الواقع العربي لإيجاد حل لنزاع العربي الإسرائيلي وتحويله إلى نزاع عربي فارسي. وقد أكد رئيس الأركان الإسرائيلي موشي يعلون قائلاً إن الهجوم العسكري الأمريكي على العراق سيؤدي إلى زلزال إقليمي يخلق أوضاعاً جديدة ويعيد توزيع القوى في المنطقة. وهذا الربط واضح من قبل يعلون بأن مصالح إسرائيل وأمريكا ونتائج هذا الزلزال ربطاً مباشراً، مما يعزز هذا الطرح ما كتبه
ويليام كريستول في صحيفة ويكيلي ستاند قائلا: كان تحرير العراق أضخم معركة من أجل مستقبل الشرق الأوسط، مما فتح الباب واسعا أمام النفوذ الصهيوني والإيراني للتغلغل في المنطقة على حد سواء للسيطرة والهيمنة عليها. لا شك بأن التحالف العسكري الأمريكي كان واضحا بشكل كبير جدا، وهناك الكثير من التفاصيل التي تخص وزارة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة أثناء الغزو الأمريكي. تولت هذه الغرفة مسألة إعداد الحملة على العراق بما فيها تهيئة الأمور العسكرية واللوجستية والإعلامية لشن الحرب على العراق. طبعاً من المؤكد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع إسرائيل خلال هذه الحرب على أنه تكون هناك عملية إنذار قبل 72 ساعة بأنه سيكون هناك عمل عسكري على العراق، كما خصصت بعض الأقمار الصناعية لغرض مراقبة الصواريخ التي يمكن أن تنطلق من العراق على غرار ما جرى في عام 1990-91. لقد أخذ التواجد الإسرائيلي في العراق بعد الاحتلال واجهات متعددة، منها سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية وأمنية واجتماعية، وقد تمثل هذا التواجد بقوات عسكرية نظامية وخبراء ومستشارين عسكريين، وتواجد غير رسمي لجهاد الموساد الإسرائيلي بين شركات أمنية ورجال أعمال ومقاولات ومتعهدين وشركات صناعية وتجارية ومراكز دراسات وبحوث وشركات استشارية وقوات أمن ضمن الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في العراق في مختلف دول العالم، والتي تقوم بعمليات معاونة للجهد العسكري والإداري للقوات الأمريكية. قبل أن أخوض في تفاصيل التغلغل العسكري الصهيوني في العراق، أود أن أشير إلى أنه كانت هناك تواجد للموساد الإسرائيلي في العراق لفترة سابقة، فالتواجد نستطيع أن نحصره في مسألة العلاقات الكردية الإسرائيلية، والتي امتدت تقريبا من عام 1931 وأخذت فترات متعددة. نستطيع أن نقول الفترة الأولى ما بين عام 1931 إلى عام 1990، وهذه الفترة شهدت تعاون كبير جدا ما من قبل الموساد الإسرائيلي بإمداد الأكراد بالأسلحة وبالمعدات وبالأمور الطبية وبأجهزة بالتدريب الكوادر التدريبية وما إلى ذلك. يضاف إلى ذلك تم إمدادهم أيضا بالخبراء العسكريين لتعلم أساليب الحرب الحديثة، وكان يجري التعاون هذا عن طريق إيران وعن طريق جهاز السفاك الإيراني الذي كان له دور كبير جدا في إيصال هذه المساعدات التي كانت تأتي من الكيان الصهيوني إلى الأكراد عن طريق المنطقة الشمالية. المرحلة الثانية هي مرحلة عام 1990، عندما تم فرض الحظر الجوي في شمال العراق حسب خط العرض 36 وفي الجنوب حسب الخط 32. هذه القضية مهدت لقيام دولة كردية في شمال العراق. يضاف إلى ذلك هذه دفعت بالتواجد الصهيوني لأن يكون كبير جدا ومؤثر في شمال العراق، بحيث أخذ هذا التواجد يأخذ منحى استخباراتي ومخابراتي وعسكري واقتصادي واجتماعي وما إلى ذلك من أمور كلها، وترتب عليه وجود قاعدة متقدمة إسرائيلية في شمال العراق لجمع المعلومات عن الدولة العراقية وعن القدرات العسكرية العراقية ومحاولة اختراق المؤسسات الأمنية في الدولة العراقية السابقة. المرحلة الثالثة وهي التي تبدأ بعد عام 2003، أي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث تحولت محافظات كردستان في العراق إلى قاعدة عسكرية خلفية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبوابة رئيسية للتجسس على العراق تمهيدا لغزوه واحتلاله، لا سيما بعد أن وضعت الأحزاب الكردية قوات البيشمركة تحت إمرة القوات الأمريكية من أجل مشاركتهما في احتلال العراق، علما بأن الموساد والجيش الإسرائيلي درب ما يزيد على 130 ألف مقاتل من قوات البيشمركة مقابل تقديم معلومات مفصلة عن القدرات العسكرية العراقية. حيث يقول السياسي الكردي المعروف محمود عثمان مستشار مسعود البرزاني في هذا الصدد: إن الإسرائيليين كانوا يطلبون منا معلومات عن الجيش العراقي، وبالوقت نفسه كانوا يزودوننا بمعلومات عن تحركات الجيش. حتى المستشفى الميداني الذي أقامه الإسرائيليين في شمال العراق كان من أهدافه جمع المعلومات الاستخبارية عن العراق لمصلحة إسرائيل. العداء التاريخي بين العراق والكيان الصهيوني. العداء التاريخي بين الدولة العراقية والكيان الصهيوني هو عداء تاريخي، فالعراق قبل الاحتلال لا يعترف بدولة اسمها إسرائيل، وقد شارك في جميع الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني كدولة مواجهة، على الرغم من عدم وجود حدود برية مشتركة مع الكيان الصهيوني، كما أن إسرائيل ترى بأن العراق يشكل تهديداً قوياً ومباشراً للأمن القومي الإسرائيلي،
كما إن إسرائيل ترى بأن تدمير مفاعل تموز ودعمها لنظام الملالي في إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية يعتبر أحد المنجزات التي استطاع جهاز الموساد الإسرائيلي أن يحققها ضد الدولة العراقية في الفترة السابقة، كما إنها ساهمت مساهمة كبيرة جدا في تدمير البنى التحتية والقدرات العسكرية في عام 1991 عندما قدمت بنك معلومات متكامل عن القدرات العسكرية والاقتصادية والبنى التحتية بشتى مجالاتها إلى القوات الأمريكية التي قامت بتدمير هذه القدرات. بعد الاحتلال تغيرت المواقف بالنسبة للدولة العراقية، أصبحت نستطيع أن نقول أنها تختلف بشكل كبير جدا حتى من العهد الملكي وصولا إلى عام 2003، حيث تحولت المواقف إلى مواقف فدية وإلى مجاملات سياسية في يوم وليلة، حيث نشر صحيفة القدس العربي خبرا عن الرئيس جلال طالباني قائلا فيه للقناة الثانية في التلفزيون الصهيوني إن التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين سيفتح الباب على مصراعيه لإقامة علاقات سياسية بين تل أبيب والعراق. واعتبر طالباني بأنه لا توجد عداوة بين العراق والدولة الصهيونية، وأضاف إن العراقيين لا يريدون أن يكونون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، علما بأن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تصافح مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بليعازر على هامش المنتدى الاقتصادي للشرق الأوسط الذي يقيم في الأردن عام 2005، وتعد هذه الحادثة سابقة خطيرة على المستوى السياسي والدبلوماسي بين البلدين. الدوافع العقدية للتغلغل الصهيوني. قبل أن أدخل في الدوافع العقدية اليهودية والمطامع الحقيقية للدولة العبرية باتجاه العراق، أريد أن أسوق بعض التصريحات. يقول بن غوريون في عام 1950 لطلاب الجامعة العبرية أن هذه الخريطة ليست خريطة دولتنا، بل لأن لنا خريطة أخرى عليكم أنتم مسؤولية تصميمها، وهي خريطة الوطن الإسرائيلي الممتد من النيل إلى الفرات. ويضيف في عام 67 لقد استولينا على القدس واستعدناها ونحن اليوم في طريقنا إلى يثرب. بينما هتفت جولدا مائير عام 67 في زيارة لها إلى أم الرشاش إيلات التي قالت أشم رائحة أجدادي في الحجاز وهي وطننا الذي علينا أن نستعيده، وعندما زارت مواقع في جنوب طابة تنفست وقالت أشم رائحة يثرب ونسيم خيبر، كما قالت في 10/7/69 وهي تخاطب الجيش الإسرائيلي إن الآخرين ولن يحددوا حدودنا، إذ أنه في أي مكان تصلون إليه وتجلسون فيه يكون هو حدودنا، بنزعة توسعية واضحة. بينما يقول مناحيم بيغن لن يكون سلام لشعب إسرائيل لا في أرض إسرائيل، ولن يكون هناك سلام للعرب أيضا ما دمنا لم نحرر وطننا بأكمله من النيل إلى الفرات، حتى ولو وقعنا مع العرب معاهدة الصلح. وهذا يعطي دليل واضح على أنه إسرائيل تسعى لبناء دولتها الكبرى من النيل إلى الفرات. من الدوافع العقدية التي ساقتها الأساطير اليهودية والتي تروج لضرورة سحق القوى العراقية مبكراً، حيث يجد اليهود في التلمود المزعوم أن خراب دولتهم الثانية سيكون على أيدي جندي أولي بأس شديد يخرجون من أرض بابل، كما خرج نبوخذنصر الذي خرب دولتهم الأولى قبل آلاف السنين، وكذلك قبل آلاف السنين فأسر رجالهم وسبى نساءهم وجعلهم عبيدا. ومن النصوص التوراتية الخاصة بمطامع اليهود التاريخية في العراق والأقطار العربية أنه القضية قضية عقدية، ورأينا التصريح الذي ساقه بوش عندما قال إنها حرب صليبية، وعندما سئل على هذا الكلام قال إنها زلة لسان. بعدني ما بديت طوني مجال شوي يعني. نعم، ابدا بالتغلغل الصهيوني في التغلغل الصهيوني على المستوى الامني. يعتبر الكيان الصهيوني وايران هي المستفيد الاكبر من الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003، خصوصا بعد ان خرج العراق من دائره الصراع العربي الاسرائيلي ومن موازين القوى في المنطقه، الامر الذي فتح الباب واسعا امام النفوذ الصهيوني والفارسي للتوسع والتغلغل والتواجد المباشر في العديد من دول المنطقه ومنها العراق، لا سيما وان اسرائيل كانت حاضره ومتواجده ميدانيا منذ اللحظات الاولى لغزو العراق بمستشاريها وخبرائها العسكريين واجهزتها الامنيه التي تشمل الموساد الذي يتولى اداره العمليات الاستخباراتيه في الخارج، وجهاز الشباك الذي يتولى مهام الامن الداخلي، وجهاز امان الذي يتولى اداره الامن الميداني ومكافحه التجسس،
حيث قدمت هذه الأجهزة الدعم والإسناد والمعلومات اللازمة للمؤسسات العسكرية الأمنية لتثبيت احتلالها للعراق، كما ساعدتها على تدمير القوات العسكرية ومنشآتها الصناعية والمدنية لبسط هيمنتها على المدن العراقية. وتؤكد الكثير من المعلومات مشاركة قوات عسكرية في سير المعارك، وقالت بعض هذه المصادر أن ثمت وحدتين عسكريتين إسرائيليتين اجتازت الحدود وتعملان غرب العراق، ولهذا لم يكن غريبا أن يدعو مجلس حاخامات المستوطنات إلى إقامة الصلوات من أجل سلامة جنود الاحتلال الذين يحاربون على أرض العراق. وقد شارك السفيران الأمريكي والبريطاني في تل أبيب في تلك الصلاة. لقد توافقت المصالح الاستراتيجية لعدد من دول المنطقة مع مصالح الأمنية الأمريكية والبريطانية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية السابقة وتحقيق مصالح استراتيجية مشتركة وراجحة لهذه القوة، مما دفع الكثير من الشخصيات المخابراتية والاستخباراتية مع فرق التفتيش للتجسس على العراق. الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من احتلال العراق. لقد لعبت إسرائيل دوراً قذراً في الحملة الممنهجة لتدمير القدرات العراقية، فالهدف الاستراتيجي الإسرائيلي هو تقسيم العراق وإبقائه مجزأً وضعيفاً وبعيداً عن محيطه العربي، وإبقاء العراق ضمن دائرة الصراع الداخلي بما يجعله منكفئاً على نفسه، وبذلك يتم تحييده وإخراجه من معادلة القوى الإقليمية في المنطقة، حيث يقول وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق أفي رختير في محاضرة له في معهد الأمن القومي الإسرائيلي: ليس بوسع أحد أن ينكر أننا حققنا الكثير من الأهداف على هذه الساحة، بل وأكثر مما خططنا إليه وأعددنا له في هذا الخصوص، ويجب استحضار ما كنا نفعله وننجزه في العراق منذ بداية تدخلنا في الوضع العراقي منذ بداية عقد السبعينات من القرن العشرين. ويضيف بأن هدفنا الاستراتيجي كان وما زال عدم السماح لهذا البلد أن يعود إلى ممارسة دوره العربي والإقليمي، لأننا أول المتضررين من هذا الدور، لذا نعمل على إيجاد ضمانة لبقاء العراق خارج دائرة الدول العربية. ويضيف أيضا: نحن نتفاوض مع الأمريكان من أجل قطع الطريق أمام عودة العراق ليكون دولة مواجهة مع إسرائيل، والإدارة الأمريكية حريصة على ضمان مصالحنا وعلى توفير هذه الضمانات عبر وسائل مختلفة. فالمعادلة الحاكمة في حركتنا الاستراتيجية في البيئة العربية تنطلق من مزيد من تقويض حزمة القدرات العربية من دولها الرئيسية من أجل تحقيق المزيد من الأمن القومي الإسرائيلي، وينتهي إلى القول إن العراق تلاشى كقوة عسكرية وكبلد متحد، وخيارنا الاستراتيجي الآن ينصب بقوة على إبقائه مجزأً، كما أن تحييد العراق عن طريق تكريس أوضاعه الحالية يشكل أهمية استراتيجية للأمن القومي الإسرائيلي في المرحلة القادمة، كما أن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ اختراقات استخباراتية كبيرة جداً، حيث انصبت الأهداف أولاً على إعادة بناء وتشكيل وتشغيل شبكة الموساد الإسرائيلي في العراق بناءً على المعطيات والتطورات الجديدة المتمثلة باحتلال العراق وتدمير مؤسسات الدولة العراقية وخاصة الأمنية. الهدف الثاني: العمل على اختراق الأحزاب السياسية التي تصدرت المشهد العراقي بشكل أوسع مما هو عليه. والهدف الثالث كان هو دعم الجهود الأمريكية في البحث عن برنامج السري العراقي لأسلحة التدمير الشامل بما فيها ملاحقة العلماء العراقيين وتصفيتهم، وهذا ما نقلته النشرات الأمنية المتخصصة في لندن على لسان رئيس الموساد الإسرائيلي الذي كان يتحدث إلى ضباطه وعناصره للشعبة الخاصة بالعراق وهي المكلفة بمهمات حساسة في العاصمة بغداد، قوله: إننا نعود إلى بلد في غاية الأهمية الجغرافية والجيوستراتيجية ونصبح على حدود إيران ونطوق سوريا، لذا فالأخطاء والخطوات الناقصة ممنوعة. لقد أخذ التغلغل الإسرائيلي على المستوى الأمني مخططاً مدروساً وفاعلاً، حيث أخذ الموساد يسرح ويمرح في العراق مستغلاً حالة الفوضى من تخطيط واغتيالات وتطهير واختراق بحماية أمريكية وبجوازات سفر غير إسرائيلية، وهذه الفوضى هي جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه العالم العربي، حيث يشير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش عن قيام الموساد بعمليات تسلل عبر الحدود لإدارة عمليات سرية قبل قرب حدود سوريا وإيران، كما أنه عمل على إقامة مراكز تنصت وأجهزة مراقبة حساسة، بالإضافة إلى أن هناك معلومات مؤكدة عن قيام إسرائيل بتدمير فرق اغتيالات خاصة لتنفيذ واجبات مهمة. كما أشار بصراحة إلى أن التغلغل الصهيوني في العراق بقوله إن رجال الموساد الإسرائيلي كانوا هناك منذ اللحظات الأولى لاحتلال العراق، وكان اختصاصهم تلغيم جهاز الموساد، تلغيم السيارات والتعذيب الجسدي وقطع الرؤوس
وجاء هؤلاء بصفة رجال أعمال ومقاولين، ولطالما نقلت الصحف ووسائل الإعلام العراقية المتنوعة هذه التقارير. طبعاً الجانب الأمني إذا ما أردت أن أخوض فيه فهو كثير جداً، يعني أنا كتبت بحث 74 صفحة وأرسلته إلى دكتور مثنى، دكتور مثنى ضغط البحث فسواه 34 صفحة. فإذا أردت أن أختصر في هذا المجال فأقول ما قاله مدير شعبة الموساد الإسرائيلي المسؤول على العراق عندما يقول بأنه يقول إن قبل العراق لم نكن نستطيع أن ندخل أي شيء إلى العراق للاختراق، ولكن بعد عام 2003 نستطيع الآن أن ندخل بعير ذو سنامين ومن أي مكان نشاء. وهذه يعني سابقة خطيرة وكبيرة جدا في الملف العراقي بأن يكون التسلسل على هذا المستوى. أما مسألة اغتيال العلماء العراقيين فهي واضحة للعيان، يعني موقع ويكيليكس وموقع الجزيرة نشر الكثير من التفاصيل المفصلة بأنه المالكي قدم معلومات مفصلة عن تواجد هؤلاء العلماء وعن أماكنهم وكيفية وسبل الوصول إليهم، وكانت الفرق تنطلق من بغداد، الفرق مقسمة إلى قسمين، قسم لأغراض التصفية والاغتيال المباشر من قبل الموساد، والقسم الآخر لجره إلى التحقيقات ومحاولة إغراءهم بالمال وما إلى ذلك لغرض العمل معهم. يضاف إلى ذلك بأنه في دقيقتين لو سمحت تجاوزنا الوقت، والله على العموم سأحاول أن أختصر. يعني هو دقيقتين يعني اختار الدكتور ما يرى طبعا هناك تصريح واضح كان للأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله لموقع الجزيرة نت، كان هناك تصريح في عام 2006 وتصريح في عام 2008، يعني ذكر فيه الشيخ بأن عن الوجود الإسرائيلي هو كثيف وفي كافة المدن العراقية بعدما كان حضوره ينحصر قبل الاحتلال في مدن كردستان فقط. وقد شدد الشيخ رحمه الله في هذا اللقاء على أن الإسرائيليين كانوا موجودين في شمال العراق وفي كردستان قبل غزو العراق عام 2003، ولكنهم اليوم موجودين في كل مدن العراق من البصرة وبغداد والشمال، ويعلم به العراقيين ويعرفونهم من خلال ملابسهم ولهجتهم العبرية. وأضاف أن الإسرائيليين يعملون مع الفرق الأمنية الأمريكية وفي الجيش الأمريكي وحماية المنشآت، وأن الوجود الإسرائيلي في العراق ضارب بأطنابه تحت عناوين ومسميات مختلفة، وقد كان هناك تعاون كبير جدا ما بين حكومة كردستان وما بين الموساد الإسرائيلي وتغلغله في العراق. أما على المستوى السياسي فعلى المستوى السياسي هو كبير جدا، يعني بدءا من المصافحة التاريخية لوزير الخارجية العراقي. يضاف إلى ذلك بأنه خلال هذه الفترة كانت هناك زيارات في عام 2019 لثلاثة وفود برلمانية عراقية تضم ما يقارب 15 شخصية معروفة، خمسة من عندهم معروفين بالأسماء يعني، وذكرت الصحيفة أسماءهم. هؤلاء أيضا هم جزء من العمل السياسي التي تعمله إسرائيل لغرض اختراق المنظومة السياسية العراقية. وقد ذكرت الكثير من الصحف مثل جريدة الدستور الأردنية وكثير من الصحف الأخرى عن الاختراق السياسي الذي نفذه الموساد خلال الفترة الماضية، من ضمنها مثلا زيارة مثال الآلوسي إلى إسرائيل، منها مثلا زيارة الشريفي الذي كان يعمل في وزارة الخارجية العراقية. هذا الرجل يعني كان يمثل العراق في وزارة الخارجية وكان القائم بالأعمال العراقية في دولة الكويت، يعني كان سفير بمنصب سفير. أيضا كانت لهم زيارات إلى إسرائيل، يعني مثلا عندنا اليزيدية التي حازت على جائزة نوبل أيضا قامت بزيارة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية. وهناك الكثير من الشخصيات والوفود التي حاولت إسرائيل أن تستقطبهم عن طريق السياحة الدينية وعن طريق المجالات الثقافية، جميع هؤلاء أيضا ينحسبون على التغلغل الصهيوني. أما على المستوى الاقتصادي فأنا سأختصر في الاقتصادي بأن أعطي بس أسماء الشركات، وإلا هو الموضوع طويل. يعني تشير التقديرات التي أجراها مدير معهد الصادرات الإسرائيلية السابق شراغة بورش إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية المرتبطة بقطاع البناء وتهيئة البنى التحتية في العراق تقدر $100 مليون سنوياً. ومن الشركات التي تعمل في العراق شركة الحافلات دان، شركة رينتكس، شركة سونشال، شركة دلتا، شركة سوليال بونيا، شركة أورسانون، شركة كاردين، شركة أشتروم، ولدي قوائم تصل إلى أكثر من 70 شركة
ما بين شركة تجارية، ما بين واجهة سياسية، ما بين يعني منظمات حقوقية، منظمات إنسانية على الجانب الاقتصادي. أما على الجانب الثقافي، فالجانب الثقافي أيضا كان هناك اختراق كبير جدا للموساد الإسرائيلي باستقطاب الكثير من الشخصيات العراقية، ومنهم كنعان وكية، هذا الرجل الذي كان جزء من مشروع الاحتلال، وهو معروف مسؤول عن الذاكرة العراقية، وتبوأ العديد من المناصب في الفترة الماضية، وكيف استدعته إسرائيل وقدمت له شهادة فخرية، تعطته شهادة الدكتوراه كجزء من التبادل الثقافي، والذي كان يهدف إلى جذب العقول العراقية بتقديم الكثير من المغريات لهم، وتقديم هذه الزيارة التي قام بها هذا الوفد من بعض الشخصيات المحسوبة على المثقفين، يعني كان نموذج لباقي الدول العربية الأخرى لكسر الحاجز النفسي ما بين الكيان الصهيوني وبين الدول العربية، إضافة إلى أنه استخدام هذه الشخصيات للترويج الفكري والثقافي لبناء تيارات سياسية وثقافية لصناعة رأي جديد يقبل بالتطبيع مع اليهود ويخفف من الروح العدائية للشعب العراقي باتجاه الكيان الصهيوني. اعطينا مجال بس نقلب ال لو سمحت في دقيقة واحدة ان شاء الله تذكرنا النتائج مثلا. على المستوى الاجتماعي أيضا، يعني الوكالة اليهودية لعبت دور كبير جدا في شراء الأراضي وفي شراء المساكن، وكان لها تغلغل كبير جدا في المجتمع العراقي، بحيث يعني يظهروا لك كأنما يعني عندما تظهر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية طفلة عراقية يتم تبنيها لغرض العلاج في إسرائيل، وكأنما إسرائيل هي منظمة حقوقية وإنسانية، ونسيت بأنها يوميا تقتل المئات من شعبنا في فلسطين بقتل الأطفال والنساء والقصف الهمجي وما إلى ذلك. تحاول أن تظهر نفسها أنها منظمة إنسانية من خلال هذه الحالات التي تحاول الترويج إليها. الوضع الفلسطيني يعني لدي بما فيه من القرارات الكثير الذي يشهد على أن الوضع الفلسطيني الموجودين في العراق هو وضع مزري في العراق بعد الاحتلال نتيجة السياسات الحكومية، ومنها إلغاء الكثير من القوانين التي شرعتها الحكومة أو الدولة السابقة للاستفادة منها بمعاملة الفلسطينيين كمعاملة العراقي، تم إلغاء هذه القضية، إضافة إلى الفيزا، لا يستطيع الفلسطيني الآن أن يأخذ فيزا إلا من خلال موافقات رسمية ليس مثل السابق يأتي ويأخذها بالحدود، يضاف إلى ذلك بأن الذي يخرج أكثر من 3 أشهر لابد له من أن يحصل على فيزا جديدة للدخول إلى العراق، إضافة إلى ذلك بأنه حتى على المستوى الثقافي، يعني عندما كان العراقي الجواز العراقي مكتوب عليه يسمح له بزيارة جميع بلدان العالم عدا إسرائيل، هذه تم رفعها من قبل الطبقة السياسية الجديدة. يعني الورقتين بس أقرأهن، يعني من خلال ما تقدم يمكننا أن نقول بأن الحقائق والأدلة تشير بدقة إلى مدى التغلغل والاختراق الإسرائيلي الملموس في العراق، والذي أصبح علنيا بعد الاحتلال، كما أن التواجد الإسرائيلي أصبح حقيقة لا جدال فيها مطلقا، رغم المحاولات التي يقوم بها الكثير من المسؤولين العراقيين للتخفيف من حدة الخطب الذي عم وطم، والذي يعد سابقة خطيرة في تاريخ العراق الحديث، علما بأن ما يجري بدعم وتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني التي سهلت ودعمت التواجد الإسرائيلي على أرض العراق، مما يعيد إلى الأذهان نفس التجربة البريطانية الاستعمارية في فلسطين، والتي مهدت للسيطرة والهيمنة الصهيونية لإقامة دولتهم في فلسطين المحتلة، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية فتحت أبواب العراق على مصراعيها لتدمير الدولة العراقية، وسمحت للكيان الصهيوني بتنفيذ مخططاته التوسعية. يمكن أن نلخص الأهداف الصهيونية الاستراتيجية للتغلغل في العراق: إنهاء القوى العسكرية العراقية كقوة إقليمية كانت تشكل ثقلاً عسكرياً لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها على المستوى الاستراتيجي للمنطقة، والتي طالما شكلت تهديداً مباشراً للأمن القومي الإسرائيلي. ثانياً، بناء دولة ضعيفة ونظام سياسي طائفي يقوم على التمثيل النسبي ويشجع على الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية ويقوم على تقاسم السلطة والحكم، مما أدى إلى سقوط العراق في فخ الطائفية والمذهبية، الأمر الذي أدى إلى تدمير النسيج الاجتماعي العراقي. بناء قوات عسكرية طائفية وضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها،
العمل على عودة العراق إلى بناء قوته، تحويل العراق بعد الاحتلال إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الداخلية والإقليمية والدولية، مما حول العراق لدولة فاشلة تحكمها التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة التابعة لإيران، والتي نجحت في توظيف الأدوات المذهبية والطائفية وامتداداتها المذهبية لخدمة مصالحها من خلال بناء نظام سياسي طائفي على أساس المكونات والمحاصصة الطائفية. الاختراق الأمني والاستخباراتي لجميع مقدرات الدولة العراقية من خلال أغطية تجارية واستثمارية وحقوقية ومنظمات إنسانية لجمع المعلومات وتنفيذ مهام خطيرة تتعلق بالتقصي والتفتيش عن برامج الأسلحة التدمير الشامل والبرنامج النووي ومطاردة وتصفية وتهجير العلماء العراقيين والبحث عن أرشيف المخابرات العراقية، ضمان تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة، الهيمنة والسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية على الممرات وطرق المواصلات العالمية ومنابع النفط، زيادة الضغط على القيادات الفلسطينية وخاصة فصائل المقاومة للقبول بالشروط والإملاءات الإسرائيلية والأمريكية للقبول بقرارات الشرعية الدولية، وفي الوقت نفسه زيادة الضغط على الأنظمة العربية الحاكمة للتطبيع العلني مع إسرائيل. إن إسرائيل تستهدف من وراء غزو العراق تنفيذ مشروعها في العراق من خلال عودة اليهود العراقيين إلى مناطقهم في العراق وقيامها بشراء الكثير من الأراضي تنفيذا لأطماعها المستقبلية بإعلان دولة إسرائيل الكبرى، كما أن تغلغلها في العراق ودول المنطقة يعني تحقيق العديد من المصالح الاستراتيجية كالنفط والماء والأمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف على الإطالة. جزاك الله خير. وافر الشكر وجزيل الأجر إن شاء الله تعالى للدكتور الفاضل حاتم الفلاحي على هذه الورقة الهامة. والحقيقة كما تفضل الدكتور نواف حفظه الله، كل عنوان من هذه العناوين يستحق مؤتمرا وندوة مستقلة. وكما تفضل الدكتور مثنى أنه يتحدث في مؤتمر تالي في نفس الموضوع ويجد مادة علمية في جهود علماء فلسطين وعلماء العراق، عناوين كثيرة. لعل الله يهيئ للسادة العلماء أن تطبع هذه الأوراق إن شاء الله في كتاب يعم نفعه، أما الآن فهي عبارة عن نافذة موقوتة يعني تطواف إجمالي فيما تحتويه هذه الأوراق العلمية. الشكر مجددا للدكتور حاتم، ويعني سنترك المجال في دقيقتين للسؤال فيما تضمنته هذه الورقة فقط لمن أحب أن يداخل أو يسأل الدكتور حاتم عن شيء معين. تفضل سيدنا أبو صهيب. شكرا لك على المحاضرة وعلى المعلومات التي احتوتها. أنا عندي سؤال حول الرصد لهذه التواجد الصهيوني في الساحة العربية، هل هناك من يعني شيء مبرمج ومنهج حول رصد هذا التواجد بكل يعني تنوعاته سواء سياسية أمنية عسكرية اجتماعية ثقافية كل التواجد؟ هل هناك رصد لهذا التواجد؟ إذا كان هناك رصد حقيقة يجب أن يستثمر ويستفاد منه. شكرا. نأخذ السؤال الثاني من الشيخ مخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني ما أسمعه مهم للغاية لكل منطقتنا العربية الإسلامية، وأنا أقول لا بد أو لا شك إنه أنتم يعني لأنكم أنتم أصحاب اختصاص أقرب إلى ما جرى في العراق من الآخرين. موضوع العلاقة بين الغزو الأمريكي وبين التواجد الإيراني الذي يعني واكب دخول الأمريكان للعراق هذا مهم للغاية، ونقاط التماس ما بين الإيرانيين والصهاينة في العراق هذا أيضا مهم. فإذا كان هذا الشيء يعني جلي وواضح لديكم، أنا أرى أن هذا من الأهمية بمكان أن تنقل الصورة بوضوحها لإخوانكم في فلسطين. أجيب على ذلك. في سؤال آخر؟ نعم، فيما يخص السؤال الأول، حقيقة مسألة الرصد كانت موجودة بشكل كبير جدا وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، لأن التواجد الإسرائيلي أو الصهيوني في العراق أخذ أشكال متعددة، منه ما كان رسميا ومنهم ما دخل تحت لافتات أو مسميات متعددة، شركات،
استثمارية وتجارية وغيرها من الأمور الأخرى. أما التواجد العسكري للموساد الإسرائيلي يعني من ضمن الوثائق اللي مثبتها يعني مثلا التحقيق في أبو غريب في سجن أبو غريب مع المعتقلين العراقيين كان يجري بإشراف إسرائيلي، وكان هناك عدد من المحققين الإسرائيليين، وكانت هناك أسئلة تخص المقاومة الفلسطينية في هذا المجال، من هم القيادات ومن هم الموجود هنا وما هي الحركة مالتهم وما هي مشاريعهم، كثير من التفاصيل التي تخص هذا المجال. يعني أذكر أنا حادثة مثلا كان هناك تواجد للموساد مثلا في نادي الفارس الذي يتواجد على طريق مضاف، يمكن دكتور مثلا عنده تفاصيل عن هذه القضية يعني، وكان هناك خرق للمقاومة في هذا المعسكر يعني، وكان هناك تواجد للموساد الإسرائيلي بشكل كبير جدا، بحيث كان أحد المهندسين يعمل في هذا المكان واستطاع أن ندخل معه جهاز جي بي اس إلى هذا المكان، واستطاع أن يأخذ الموقع بشكل دقيق جدا، وقال يجب أن تحدد الضربة وتكون ما بين الساعة 7 إلى الساعة 9 صباحا، لأنه تقريبا الكثافة تكون في هذه الفترة. وفعلا تم استهداف هذا المقر، بحيث عندما قصف المكان في هذا اليوم لم يسمحوا لأي عراقي يعمل في هذا المكان أن يدخل من قبل الكفاءات العراقية التي كانت تعمل مع الاحتلال. فهكذا الأمور كانت، كان هناك رصد دقيق جدا. يعني هنا أستطيع أن أعطي لك يعني من ضمن الأشياء التي رفعها دكتور مثلنا يعني من البحث، يعني مسألة التواجد، من هم التواجد الموجودين في الفنادق، يعني بالأسماء الفنادق بالتواجد مالهم، حتى الفنادق التي حاولوا أن يقومون بشرائها بأثمان يعني ومبالغ طائلة جدا لدينا إحصائية فيها أيضا كانت موجودة. فهذه كانت لأنه المرتكز الأساسي للتواجد الصهيوني في العراق كان هو الاحتلال الأمريكي. فهو بمجرد يعني هذه القضية كان مفهومة لدى قيادات المقاومة، وكانت تعمل بشكل كبير جدا على أنه ضرب الأمريكان يقوض التواجد الصهيوني ويقوض التواجد الإيراني أيضا، لأن هي التي فتحت الباب واسعا لهذا التمدد في العراق. أما فيما يخص الرصد أو السؤال الثاني للأخ أنه هل هناك ربط، لا هناك ربط كبير جدا. الصهاينة لديهم أطماع توسعية في المنطقة وهذا معروف، وإيران لديها أطماع توسعية، فكلا الطرفين يعملوا. عندما نتكلم عن الوثائق التي تثبت في سبعينات القرن الماضي بأنه المساعدات الكيان الصهيوني كانت تدخل عن طريق جهاز السافاك الإيراني، إذن هذا تعاون على مستوى كبير جدا، هذا التعاون موجود، وهم يعرفون بأنه كردستان العراق. يعني قبل أكثر من 6 أشهر كان هناك تصريح للإيرانيين بأن هناك موقع صهيوني موجود في شمال كردستان. طيب ما الموقع الصهيوني يتواجد في كردستان منذ سنوات، يعني بعد عام 1990 كان هناك تواجد مباشر للموساد الإسرائيلي. إيران ألم تكن تعرف بأن الموساد كان يتواجد؟ ولكن عندما تتقاطع المصالح يصبح هذا التواجد غير مقبول، وعندما تتفق المصالح ما بين الطرفين يكون هذا التواجد مقبول في هذه المنطقة. فهناك تخادم كبير جدا ما بين المشروع الإيراني وما بين المشروع الصهيوني في المنطقة على حساب مصالح الدول العربية. مجدد الشكر أستاذ حاتم، وأنقل الكلام الآن إلى الورقة الثانية في هذه الجلسة للأستاذ محمد مشينش، يحدثنا إن شاء الله عن التطبيع وأثره على العراق وفلسطين، فليتفضل مشكورا مأجورا في 20 دقيقة إن شاء الله. إن شاء الله. اجتهدوا أستاذ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فضيلة العلماء الأكارم، السادة الحضور، كل باسمه ولقبه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقتي بعنوان أثر التطبيع في العراق على فلسطين والعراق. من الواضح أن هناك مساعي حثيثة لإنشاء شرق أوسط جديد، يتنافس لاعبون جيوستراتيجيون إقليميون مختلفون على السلطة والمكانة في المنطقة، والتي تبرز فيها مشاريع متعددة. ولا ينبغي فصل عملية التطبيع العربي الإسرائيلي الأخيرة عن التنافسات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة. بداية كانت مع دولة الإمارات والبحرين التي كانت دوافعها هي التخلص من النفوذ الإيراني المهيمن على المنطقة، إضافة إلى سعيها كما كان من تصريحاتهم الحصول على التكنولوجيا المتطورة، في حين كان هدف السودان هو الخروج من مأزق اقتصادي والالتحاق بركب الدول المعتدلة كما تسمي نفسها، والسعي لأن يخرج من قائمة الإرهاب الأمريكية. أما الدولة الرابعة فهي كانت المغرب، وكان هدفها هو أن تكسب التنافس مع جارتها الجزائر
في مسألة الصحراء، في مسألة الصحراء الكبرى. الكيان الصهيوني كان في تلك الفترة يستغل أيام ترامب وهو الداعم بلا حدود للكيان الصهيوني ليكسب من خصومه في هذه الجولات. ولعل من المؤكد أن بعض الأطراف في العراق، وحسب ما تم طرحه في مؤتمر أربيل الأخير، فإن دوافعهم كانت اقتصادية ورغبة في الخروج من المأزق الاقتصادي الذي يعيشه العراق والذي تحكمه إيران بكافة مفاصله، إضافة إلى سعيهم للتطور والازدهار كما أعلنوا في بيانهم الختامي. هذه مقدمة بسيطة، ثم نقول نسأل: هل فعلا العراق يحتاج إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني لأجل إخراجه مما هو فيه؟ إن فكرة التطبيع طوال العقود الماضية كانت في العراق تستخدم لأجل التسقيط السياسي، فما أن يرتبط اسم أي سياسي عراقي بالكيان الصهيوني حتى ينتهي دور هذا السياسي مهما كان توجهه. ولعل أبرز تعبير عن مدى عمق الأصالة العراقية والوفاء لهذه القضية هو المادة 201 من قانون الجرائم العراقية الذي لا زال يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضه. هذه المادة موجودة في قانون العقوبات العراقي، وعلى هذا أبرز تعبير عن الأصالة العراقية. ورغم ذلك فإن السعي لدمج العراق في المعادلة الجديدة في المنطقة ضمن ركب التطبيع أمر يسير ضمن خطوات متسلسلة، وذلك بعد احتلال العراق عام 2003. ولأجل ذلك فمن الجيد الاطلاع على نبذة سريعة من بعض المواقف التاريخية التي يجب أن نسلط عليها الضوء، كيف يجري إدماج العراق في هذه المعادلة وبشكل سريع، ولعل بعضها قد أشار لها الدكتور الأستاذ الباحث قبلي في ورقته الموسومة. البداية كانت في عام 2004 عندما كان هناك لقاء مع وزير الخارجية سيلفان شالوم مع رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي، كان لقاء مقتضبا وجرى فيه حوار فيما بينهما. وكانت اللقاءات السرية بدأت بالخروج إلى العلن، وكان الأمريكان يدفعون بهذا الاتجاه. في عام 2008 كان هناك إعلان عن زيارة مثال الآلوسي للكيان الصهيوني، ودعا الآلوسي إلى بناء علاقات دبلوماسية وتبادل الاستخبارات ما بين العراق وإسرائيل. في شهر حزيران من عام 2008 أيضا إيهود باراك التقى مع الرئيس العراقي جلال طالباني في مؤتمر في اليونان عن الاشتراكية، وجرى بينهما حديث وكانا متجاورين في الجلوس. في حرب غزة حقيقة وحرب عام 2012 كانت مواقف العراقية مميزة أيضا حقيقة للأمانة الرسمية والشعبية، كان هناك تصريحات جيدة وداعمة للنضال الفلسطيني ومؤيدة للقضية الفلسطينية، وحتى أن رئيس البرلمان في حينه أسامة النجيفي كان قد أصدر مع البرلمان العراقي أن يكون هناك زيارة لغزة ولكنها لم تتم. الحقيقة في أكتوبر تشرين أول من عام 2007 كان هناك إصدار مرسوم من البرلمان العراقي بحظر رفع العلم الإسرائيلي، وذلك بعد ما تم رفع العلم في إقليم كردستان نتيجة موضوع الاستفتاء الذي كان يتم في تلك السنة، وبناء عليه تم رفع حظر العلم الإسرائيلي. نسير سريعا، كان هناك في تموز في عام 2019 لقاء ما بين رئيس الوزراء العراقي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، كان عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، وكان أوضح أن موقف بلاده ثابت من قضية فلسطين، ويعتبر أنه تمت مواجهة صفقة القرن فيما يطرحه كان ترامب مشرف. ولكن في نفس الشهر، في آخر هذا الشهر، كان وفد إعلامي كبير يزور الكيان الصهيوني، مما أثار عاصفة وسط العراقي وصلت إلى المطالبة بسحب الجنسية ممن زار الكيان الصهيوني. في عام 2020 في أغسطس وصل رئيس الوزراء الكاظمي إلى سدة الحكم، وبدأ معه مسلسل جديد في موضوع دمج العراق في المعادلة، بداية من تصريح
الكاظمي بأنهم ملتزمين بمبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت عام 2002 عن قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة 67 قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن هذا الموقف كان جديدا على العراق. العراق لم يكن موافقا على المبادرة العربية وكان مع كامل الحقوق الفلسطينية. في أغسطس من نفس العام في مقابلة مع الصحيفة الواشنطن بوست، الكاظمي يقول أن التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب قرار إماراتي ولا ينبغي لنا التدخل، وهو موقف ينسجم إلى حد ما مع بعض مواقف الدول الخليجية. طبعا في نفس الشهر كان هناك إصدار لمواقف مشرفة من هيئة علماء المسلمين في العراق ومن قوى حية مثل المدرسة الخالصية وغيرها من القوى الفاعلة في العراق التي وقفت ضد هذا المسلسل وضد هذا الإجراءات وكان لها موقف مشرف. في سبتمبر مهم هذا في عام 2020 نشرت صحيفة يديعوت إحرنوت للمستشرقة سمدار بيري تقرير عن يعني عن مستقبل العلاقات الإسرائيلية العراقية، كاشفة النقاب عن أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد في جلسات مغلقة أنه على استعداد لتحسين العلاقات بين بلاده وبين الدولة العبرية، ولكن شددت المستشرقة بيري على أن تل أبيب قامت بتبريد حماسة الكاظمي وأوضحت بشكل غير قابل للتأويل أنها ليست على استعداد لدراسة الموضوع لأن الحرس الثوري الإيراني يصول ويجول في بلاد الرافدين على حد قولها، يعني هي خففت من حماسته. في 9 سبتمبر امتنع العراق عن التصويت في جامعة الدول العربية على مشروع قرار فلسطيني يدين التطبيع مع بين الإمارات وإسرائيل، وهذا كان موقف غريب صراحة. في 15 أكتوبر 2020 سامحوني ولكن هذه معلومات مهمة حتى نعرف السياق التاريخي كيف يتم دمج العراق في هذه المعادلة. في 15 أكتوبر من عام 2020 من أغرب ما سمعت وهو تصريح وهو موجود على اليوتيوب اللي بده يروح يشوفه، تصريح من نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي وهو قيادي محسوب على التيار الصدري كما تعلمون، أكد في لقاء تلفزيوني أن العراق مهيئ جدا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل والظروف ملائمة بشكل جيد، وأضاف أنه من الممكن أن يصدر قرار التطبيع من محافظة النجف وليس من العاصمة بغداد، والقول له في إشارة إلى المراجع الدينية الشيعية، وتساءل عن الإزدواجية والتحذير بين الهجوم الذي تعرض له مستشهدا باشتراك حزب الله اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قائلا أنه يمضي ضمن اتفاقية معلنة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لم يتعرض الحزب للتخوين أو الاتهام نتيجة لذلك، وأكمل موضحا فلماذا تتهم القيادة الشيعية في العراق وتشوه صورتهم أمام جمهورهم، وخلص إلى ضرورة الانفتاح على الدول الأخرى في سبيل إنقاذ اقتصادنا بشرط أن لا يتم اختراق سيادة الدولة العراقية. والرجل يعني حتى للمذيعة قال لها لا تسأليني أكثر من هذا، هذا يكفي. طبعا في نفس السنة كشف مثال ألوسي عن زيارة لأوروبا وعن سلسلة لقاءات بين جهات رسمية وجهات غير رسمية مع أطراف أوروبية مختلفة لأجل التباحث حول مستقبل العلاقات العراقية الإسرائيلية. في نفس الشهر، طبعا شهر كان مليء بالأحداث أكتوبر 2020، في نفس الشهر حميد معلة سياسي معروف قال من المجلس الأعلى، نعم يعني معروف في الأوساط العراقية، وأضاف أن الساسة الذين اعتادوا المواقف النفعية ربما يمضوا نحو التطبيع مع إسرائيل إذا ما حصلوا على تطمينات لحماية مصالحهم، وهي ما تؤكده تعليقات حميد معلة الذي ألمح أن الطبقة السياسية العراقية مرنة لكل شيء إذا اقتضى الأمر شرط بقاء السلطة والنفوذ والمال تحت تصرفاتهم، والقول لحميد معلة. في نوفمبر من نفس العام كان هناك وزير الخارجية العراقي قال لوكالة سبوتنيك بأن بلاده لم يعرض عليها التطبيع إلى الآن رسميا. دخلنا في 2021 طب هو قال يعني ذكر أنه لم يعرض. في دخلنا إلى العام الجديد في عفوا لا لازلنا في 21 عفوا في يناير حركة في العراق أطلقت على نفسها 25 أكتوبر يترأسها شخص اسمه طلال الحريري، أعلن بشكل رسمي هو حركة علمانية تهدف إلى فصل الدين عن الدولة، وكذلك طالب في عدة لقاءات صحفية بعلاقات جيدة مع إسرائيل. في إشباط من عام 2021 أيضا كان تصريح غريب جدا، خرج الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
وقال بالنص أنه لن يسمح بتطبيع بلاده مع إسرائيل وحتى لو كانت تكلفة ذلك الدماء. وأوضح في مؤتمر صحفي أن التطبيع على الأبواب وعلى البرلمان الحيلول دون ذلك، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقا والقول له أيضا، بمعنى أن الوتيرة بدأت تتصاعد. في آذار نفت الرئاسات الثلاثة أن هناك تطبيع وأن هناك قول لبرهم صالح، نشرت سكاي نيوز عربية في ذلك الوقت قول لبرهم صالح أنه سيتم التطبيع، ولكن الرئاسات الثلاث نفت هذه العملية. حتى وصلنا إلى سبتمبر من عام 2021، كان مؤتمر أربيل، لن أستطرد فيه طويلا أنه معروف لكم جميعا، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. الجهة المنظمة لهذا المؤتمر، مؤتمر التطبيع عفوا في أربيل، هي مركز اتصالات السلام. من مسؤول عن هذا المركز؟ من رئيسه؟ رئيسه واحد اسمه جوزيف براودي، وهو يهودي من أصل عراقي، أمريكي طبعا، الأمريكي الجنسية ومن أصل عراقي. جوزيف براودي يا أخواننا، بس حتى نربط الأحداث مع بعضها، وشيء حقيقة مؤلم. من الذي كان متحدث باسم هذا المؤتمر اللي هي سحر الطائي؟ سحر الطائي يا أخواننا ماذا وظيفتها؟ وظيفتها مستشارة في هيئة الآثار العراقية. نعود إلى جوزيف براودي. جوزيف براودي متهم بشكل رسمي من محكمة في نيويورك بأنه متهم بسرقة الآثار العراقية، ولكم أن تربطوا بين الأحداث، بين مستشارة في هيئة الآثار العراقية ورئيس مركز يقوم على مؤتمر في العراق يسرق آثار العراق وهي مستشارة في هيئة الآثار العراقية، ويا للخزي ويا للعار وللأسف بصراحة. يعني حتى لا أستطرد طويلا في موضوع العلاقات الكردية، وهو مهم حتى نفهم ماذا يجري في العراق ككل، لأن المشهد متكامل مع كل المكونات. حتى ذكر الأستاذ الباحث الأستاذ حاتم تفاصيل عن موضوع العلاقات الكردية الإسرائيلية. يكفي أن نقول أن بنيامين نتنياهو منذ عام 2014 قال نحن مع إنشاء دولة كردية مستقلة في شمال العراق، ولعل الكيان الصهيوني كان الداعم الأول لموضوع الاستفتاء الذي كان يتم، بل أنه طالب القوى العظمى بأن توقف الانكسار الذي حصل في القوى الكردية بعد أن دخل الجيش العراقي وحصل ما حصل. الأزمة الداخلية في العراق إخواننا معروف بالنسبة لكم، حتى نربط ما بين الأحداث. طبعا نسيت أن أقول في شهر 12 من العام، من نهاية العام المنصرم، كان هناك حدثين مهمين. الحدث الأول كان هناك ما يسمى بملكة جمال العراق، حتى بس يصير تطبيع أو يصير نوع من قبول الفكرة، أعلنت بشكل واضح أنها زارت الكيان الصهيوني وأنها مع بناء علاقات مع إسرائيل وإلى آخره. في 27 ديسمبر الماضي أيضا حدث مهم، كان هناك تسريب من أحد المسؤولين الإسرائيليين أن هناك لقاء مع الحلبوسي في الأردن، وكان هناك حديث عن موضوع صعود من يؤيدون التطبيع في العراق إلى سدة الحكم، ويجب أن يقوموا، ولم يصدر أي تعليق من رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي على مثل هذا التصريح الذي صدر من مسؤول أمني إسرائيلي. طبعا الأزمة الداخلية في العراق الكل يعرفها، في أزمة اقتصادية، 92% من اقتصاد العراق يعتمد على النفط فقط، وحالة الفقر 40% من المجتمع العراقي هو تحت خط الفقر، ولكن هذا لا يعني أن نذهب إلى الكيان الصهيوني، يعني هذه مشكلة. يعني بعد استعراض مثل هذه المواقف، أنا أريد سريعا أعرج على بعض ما جرى من الدول التي طبعت، يعني ما الذي حصل معها. أولا لازم نعرف أن هذه الدول التي طبعت الأربعة الأخيرة هي ليست في حالة حرب مع الكيان الصهيوني، وليست دول مواجهة، فالتطبيع لأي سبب مشكلة طبعا. وحتى أنهم دعوا أن هذا التطبيع لأجل وقف تمدد الكيان الصهيوني، وأول إجراء تم هو ضم الضفة الغربية، بل أن نتنياهو قال ما في شيء، هذا سلام مقابل سلام بس، ما في أي تنازلات يعني. وبالتالي كانت دواعي مثل الإمارات والبحرين هو وقف النفوذ الإيراني في وتدخلاته في المنطقة، الذي شاهدنا أنه استمرار تخصيب اليورانيوم، استمرار الوجود الإيراني، عفوا استمرار دعمهم للحوثي وضربهم للعمق السعودي والعمق الإمارات، واستمرار السيطرة في لبنان، واستمرار السيطرة في العراق، واستمرار السيطرة في السعودية. فعلى أي أساس يتم التطبيع؟ كل ما يتم طرحه بصراحة هو ليس فيه أي مكسب سياسي حقيقي. الدول التي طبعت تخسر، حتى أن
طبعا ذكرت البحرين والإمارات، السودان الكل يتابع ما الذي يجري من أزمات سياسية متتابعة، والمغرب الآن هم يعيشوا في أزمة مع الكيان الصهيوني، ولم يستقبل الملك السفير الإسرائيلي لدواعي أن موقفهم من الصحراء هو ضد المغرب، وهذا حال الوقاحة الإسرائيلية التي لا تنتهي. وبالتالي كل ما يجري من عمليات تطبيع من هذه الدول غير ذات جدوى. أين يقف العراق من هذا كله؟ الأجواء في العراق تدخل في خانة التعقيد بين مؤيد للتطبيع ورافض له بدافع قيمي ديني أو قومي، أو حتى استجابة للسيطرة الإيرانية ذات المصالح المتداخلة، وأنتم أعلم بالتداخل. وحتى ذلك الحين ينتظر مؤيدو المرجعية الدينية الشيعية في النجف تصريحا واضحا يضاف لأجوبة مباشرة من رئاسة الحكومة العراقية حول تحركات الوفود والزيارات السرية إلى الكيان الصهيوني. والجميع يعني كثيرون من الساسة يعتبرون أنه من المرجح أن يحدث تقارب عراقي إسرائيلي طالما ظلت اليد الطولة حاليا لإيران في العراق، والتي من المعروف أنها تعتبر معاداة إسرائيل وسيلة لاختراق قلوب الجماهير المسلمة وغطاء يمنحها شرعية الوجود بين الحواضن الشعبية. كما أنه في الظروف الحالية يبدو من غير الواقع توقع أي إصلاحات اقتصادية أو سياسية أو أمنية كبيرة في العراق. وحتى بعد الانتخابات وصعود الصدر تعقد الأمر أكثر، لأن مواقفه كانت معلنة في البداية، وهذا سيعقد المسألة أكثر. ولكن لا يمنع حدوثه في ظل الأزمات التي تعيش العراق، يمكن أن يكون هناك اختراق في موضوع التطبيع. يضاف إلى ذلك مسألة مهمة في موضوع الإغراء المتمثل في هناك مشروع مطروح، هو مد خط الأنابيب ما بين حديثة وما بين حيفا، وهذا مشروع قديم ولكن يتم طرحه الآن، وهذا سيعود بعائدات اقتصادية كبيرة ليس فقط للعراق بل للأردن، وهو الذي اليوم يعني يعمل بشكل حثيث لأجل أن يبقى الكاظمي في منصبه، ولما يمكن أن يعود له بفوائد اقتصادية كبيرة. كما يمكن أن يكون الموقف العراقي مرتبط بموقف السعودية التي سيجد منها غطاء، وخصوصا أمام المكونات السنية التي تعارض بشكل كبير لإجراءات التطبيع. مخاطر التطبيع بصراحة، أولا على المستوى الأمن العربي القومي، للتطبيع آثاره الخطيرة على الأمن القومي للوطن العربي ككل، وآثار الخطيرة على المنطقة بأكملها وليس العراق فقط. وتكمن الخطورة في اعتبار إسرائيل بلدا طبيعيا أو محايدا، بل وحتى صديقا أو حليفا لدى بعض الدول، لأنها في الحقيقة تعتبر قائدا لمشروع أكبر يهدف إلى ابتلاع القدس وفلسطين بأكملها، وصولا إلى المنطقة العربية بأكملها، والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا. إسرائيل لا تنفك من محاولاتها تفكيك العرب وتغلغلها بينهم، وأن التفكير ببناء علاقة مع إسرائيل من باب التكتيك أو الاعتماد عليها في العلاقة مع الغرب أو للوقوف مع العرب في قضايا فرعية ربما يكون وهميا، وهو أخطر بكثير على الأمن العربي والقضية الفلسطينية من أدارة العلاقة معها على أساس أنها عدو خطر، وباعتبارها دولة محتلة للأراضي العربية، وأنها تهديد استراتيجي ودائم للأمن العربي. والتاريخ والتجارب والوقائع ومنذ عقود تثبت ذلك بوضوح. وذلك فإن الحل الأمثل الذي يجب على الوطن العربي والعراق كجزء منه القيام به هو تحجيم العلاقة وتوخي الحذر منها. ولعل أخطر الأشياء التي تقوم بها إسرائيل هي محاولتها تشتيت أنظار العرب عن كونها العدو الأول لهم، ومحاولة خلق عدو آخر حتى لا تتوحد صفوف العرب ضدها، بحيث تتعامل مع بعض الدول على أنها صديقة أو حليفة، ونجحت بالفعل في ذلك مع بعض دول الخليج وفي علاقتها مع إيران كمهدد أول لقوميتهم ووجودهم بدلا من إسرائيل، يعني طبعا الإمارات والبحرين كما تعلمون. وكذلك طبعا تصديرها فكرة الإرهاب باعتباره مهدد لهذه الكيانات. الآن إذا بدنا ندخل في موضوع التأثير المباشر على العراق، لعل الدكتور قبلي ذكر في موضوع التطبيع وأثره على الموضوع الديني والانتماء الأممي للعراق،
ولا يخفى عليكم أن موضوع التطبيع يضرب بفكرة الانتماء للإسلام وللأمة في الصميم، لأن قضية فلسطين يا أخواننا عنوانها هو القدس والمسجد الأقصى والقبلة الأولى، فموضوع إزالة الحساسية تجاه هذا العنوان المهم هو سيؤدي إلى إزالة الحساسية من قضايا أخرى، وليس هذا فقط، بل هناك سعي حثيث لأجل تغيير المناهج والتأثير الاجتماعي والثقافي والفني والإعلامي على المجتمعات العربية وعلى العراق بشكل خاص. ليس هذا فحسب، بل هناك ضغط لأجل إزالة كل الآيات والأحاديث التي تحث على الجهاد أو التي تكشف نوايا اليهود أو مؤامراتهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الآيات التي تحث على نبذهم أو قتالهم. من الناحية السياسية، الكيان الصهيوني في المقام الأول يهدف إلى اعتراف الدول العربية الكبيرة كالعراق بيهودية الدولة الإسرائيلية وعبريتها، وحيث أن مجرد موافقة تلك الدول على التطبيع فهذا يعني الخطوة الأولى نحو تطبيق صفقة القرن ويعني اعترافها بيهودية الدولة العبرية وما يتبع ذلك من مخططات لتصفية قضية فلسطين، كما يسعى الكيان الصهيوني من خلال التطبيع مع العراق للمساعدة على، يعني إذا صار تطبيع مع العراق سيحيد قضية فلسطين عن المنظومة العربية أكثر وأكثر، لأن الدول ذات الثقل السياسي الرئيسية كمصر والعراق وسوريا كل الآن كل دولة فيها حقيقة فيها مآسي، العراق ذو وزن سياسي كبير، وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني ستحرم الفلسطينيين من دولة مؤثرة وستحرمهم من التأثير في الأوساط الدولية ويخسروا تأييد دولة كبيرة مثل العراق. في البعد العسكري يكفي أن أشير إلى أنهم لن يسمحوا بأي قوة أن تنمو وتكبر ويريدوا أن يبقوا هم عراب المنطقة، ولعل أبرز دليل على ذلك أنهم لن يسمحوا حتى مع الدول المطبعة زي الإمارات، هم منعوا صفقة F-35 التي كانت مع الإمارات، هم الذين أوقفوها ولن يسمحوا بذلك، بل أنهم يتدخلوا في عدد عدد الجنود في كل دولة، الهدف أن تبقى هي الدولة رقم واحد في المنطقة ودون أن يكون هناك أي منافس عسكري لها. على الصعيد الاقتصادي أنا لا أعتقد أن هناك قدرة لكل دول المنطقة، وطبعا العراق على رأسها، أن يجاري الاقتصاد الإسرائيلي، والفكرة من التطبيع الاقتصادي مع العراق هو أن يستثمروا موارد العراق الغنية، المياه والنفط وغيره، وأن يستثمروا في العمالة العراقية، وأن يكون العراق هو سوق للمنتجات الصهيونية، وهذه طريقة الاستعمار كلاسيكية جدا، وللأسف يريد أن يطبقوها في العراق. طب ما هو أثر التطبيع على قضية فلسطين، تطبيع العراق مع قضية فلسطين، على قضية فلسطين بشكل مباشر؟ انطيني دقيقتين بخلص، دقيقتين. قام الكيان الصهيوني بتوظيف سياسة التطبيع لكي يحسن من صورته أمام العالم في محاولة منه لتوسيع مجال علاقاته الدولية ومواجهة الحملات الدولية المقاطعة له. عملية تطبيع الكيان الصهيوني مع الدول العربية شكلت إضعافاً لقضية فلسطين، فبفضل التطبيع أتيح المجال للكيان الصهيوني لإحكام سيطرته على حياة الفلسطينيين، وذلك عن طريق استخدامه لوسائل ضغط متنوعة تتمثل في السيطرة على الحدود والمعابر والأموال الفلسطينية، بالإضافة لسيطرته على الموارد والثروات الطبيعية ومصادر المياه وحرمان فلسطين من حقوقهم الأساسية في تلك الثروات والمصادر. من أبرز تداعيات التطبيع هو محاولة الكيان الصهيوني أن يكون هناك مساواة بينه وبين دولة فلسطين المحتلة، وبل على شطب دولة فلسطين تماما، وأن يكون هناك فلسطيني أو هذا الشعب الإرهابي وهو الشعب المسالم أو الدولة المسالمة الحمل الوديع الذي لا يؤذي أحدا. هذا في العنوان. بالمختصر فإن أثر، راح أنهي يعني إذا تسمح لي، بالمختصر فإن أثر التطبيع العراق مع الكيان الصهيوني على فلسطين يعني أن تمنح الاحتلال فرصة كبيرة وتدعمه للمضي بمواقفه العدوانية والإيغال في استهداف الشعب الفلسطيني والتكين به وهضم حقوق أبنائه، وتشجع الكيان الصهيوني الغاصب على الاستمرار في قتل وتعذيب وحصار الفلسطينيين، فضلا عن التمكين له في محاولاته للنيل من المسجد الأقصى أولى القبلتين وتنفيذ مخططاته تجاهه، وستمكنه كذلك من تنفيذ مشاريعه الاستيطانية الواسعة
وإتمام اغتصاب الأراضي الفلسطينية، وستفقد فلسطين صوتاً مؤثراً لطالما نادى بالحقوق الفلسطينية ودافع عنها وضحى لأجلها وبذل الدماء في سبيلها، وشواهد قبور شهداء العراقيين لا زالت شاهدة في جنين. الرسالة النهائية في هذه الورقة أن حالة الضغط السياسي والاقتصادي لدول التطبيع ستستمر لكبح جماح قوى المعارضة الداخلية فيها، وهذا ما سيعزز حالة الانقسام الداخلي بشأن جدوى التطبيع وفوائده للشعوب التي ترى وتشاهد أن كل الذين طبعوا منذ 4 عقود لم يحصلوا على استقرار سياسي ولا تنمية اقتصادية ولا رفاهية اجتماعية، بل على العكس من ذلك تزداد أزماتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يرغب به الكيان الصهيوني لاستمرار تفوقه النوعي في المنطقة ولتحقيق الأهداف الغربية من سبب وجود نظام غريب في المنطقة قادر على استمرار توليد الأزمات والمشكلات بين الدول والشعوب. التطبيع لا يمثل خطرا على قضية فلسطين فحسب، بل هو خطر حقيقي على شعوب المنطقة ومستقبل دولها. إسرائيل كيان استيطاني قائم على التمييز العنصري في سلوكه السياسي والاقتصادي والأمني، ومن يحاول تجاهل ذلك فسيجد نفسه في لحظة تاريخية لا ينفع فيها الندم ولا الهروب السياسي أو التراجع. ومن لا يتعظ بالأنظمة والشخصيات التي خدمت لمصلحة الكيان الصهيوني عقودا من الزمن في السر والعلن فإنه جاهل بالوقاحة الإسرائيلية، وهو يسير نحو الهاوية والانتحار السياسي. في الواقع إذا حدث التطبيع لا سمح الله في العراق فسيأتي بالتأكيد من أعلى، كما كان الحال في كثير من الدول العربية وللأسف، وسيكون بلا شك وصفة لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، وسيجد من يتصدى له من القوى العراقية الأصيلة المنتمية إلى دينها وأمتها. أخيرا نقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وشكرا لكم، بارك الله فيكم، وعذرا على الإطالة. أشكر الأستاذ الباحث محمد مشينش على هذه الورقة المميزة في الحديث عن التطبيع وأثره على العراق وفلسطين، وأعتذر من السادة الباحثين فيعني الجلسة وقتها محدد وأنا أجتهد في توزيعها بالعدل بين الإخوة الباحثين قدر المستطاع. بارك الله فيكم جميعا، وإذا كان هناك أي سؤال يمكن أن يوجه للأستاذ الباحث. فاهمين الدرس. تفضل أستاذ شيخنا. هو الحقيقة ليس سؤال، وإنما يعني جزاكم الله خير. هو ليس سؤال وإنما يعني إشارة بمواقف مشرفة ورائعة كانت وستبقى بإذن الله تعالى نراها ونشهدها من أبناء هذا الشعب العراقي العظيم، خاصة في معركة سيف القدس، ما قبلها وما بعدها. الحقيقة خرج أبناء العراق الذين هم يمثلوا العراقيين الذين نعرفهم ويمثلوا أمتهم، خرجوا يعني تضامنا مع ما يجري بإخوانهم في المسجد الأقصى المبارك وفي الأرض المقدسة المباركة، وكان لهم تواجد واضح جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، نشاط كبير جدا. هؤلاء يستحقوا منا ان ندعمهم وان يعني ان نقف خلفهم، وايضا كذلك نحن مع ان تبقى جذوة المقاومة في فلسطين قائمة، لانها هي التي تحيي شعوب الأمة. جزاك الله خيرا على هذه اللفتة الطيبة، وأشكر مجددا الأستاذ محمد مشينش على تقديمه لورقته. وننتقل أخيرا إلى وليس آخرا ختامها مسك إن شاء الله مع الأستاذ الباحث الدكتور ثامر العلواني، وهو دكتوراه في الأديان والمذاهب ومقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وورقته بعنوان أوضاع الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال. أترك المجال للحديث عنده في 20 دقيقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تفضل أخي مدير الجلسة، البحث هو بعنوان أوضاع الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وقد قسمت ورقتي إلى 4 مباحث. الأول منها تضمن الاستهداف الأمريكي للفلسطينيين في العراق بعد 2003 وأنواع الاستهداف، والمبحث الثاني تضمن استهداف الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وأحزابها وميليشياتها للفلسطينيين في العراق وأنواع الاستهداف مع نماذج وشواهد من ذلك، وثم المبحث الثالث ضمنته الجهات المتورطة باستهداف الفلسطينيين في العراق، والمبحث الرابع خصصته لبيان العلاقة بين أمريكا وإيران والكيان الصهيوني. وقد تبدو معاناة الفلسطينيين في العراق مختلفة عما عناه الفلسطينيون في دول المهجر سواء في لبنان أو الأردن أو سوريا أو مصر منذ عام 2048 وإلى يومنا هذا، وذلك لاختلاف الظروف والأحداث التي شهدها العراق، إلا أن الحقائق تؤكد جميعها أن الفلسطينيين في العراق عاشوا قبل 2003 على مدار نصف قرن تقريبا من الزمن في استقرار وأمان قبل أن تحتله أمريكا وبريطانيا بعد عام 2003، وقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق ما يقرب من 50,000 لاجئ يتمركز غالبيتهم في بغداد والموصل والبصرة. فكانت الأنظمة والحكومات قبل الاحتلال تعامل الفلسطيني معاملة العراقي، وكان قد ورد قرار ونص قانون في ذلك في عام 2000 كما أظن، بأن الفلسطيني في العراق يعامل معاملة العراقي من جميع النواحي إلا فقط في مسألة الجنسية ومسألة الانتخابات العراقية. ولذلك كان الفلسطينيون متاح لهم كل شيء، سواء في الوظائف، سواء وظائف الرسمية، منحوا أيضا كل شيء يمكن أن يمنح العراقيين، وأصبح منهم أساتذة وأصبح منهم علماء، حتى على مستوى ضباط في الجيش العراقي كان بعض الفلسطينيين ضباطا في الجيش العراقي. ذكر الدكتور مثنى أيضا مسألة كيف وصل الفلسطينيون إلى العراق. كما ذكر، الموجة الأولى كانت في عام 1948 عندما كان الجيش العراقي مشاركا في حرب 48 ونقل العائلات الفلسطينية إلى العراق، وأيضا الموجة الثانية كانت بعد نكسة حزيران عام 67، وأيضا الموجة الثالثة كانت بعد حرب الخليج أو بعد حرب أو دخول العراق إلى الكويت. أيضا هجر الفلسطينيون من الكويت إجباريا بسبب موقفهم من العراق آنذاك. مسألة كما قلت سابقا، كان 50,000 لاجئ تقريبا في العراق، كانت بغداد تضم تقريبا 87% من هؤلاء اللاجئين، كان يسكنون أغلبهم في مجمعات في بغداد، وأشهر مجمع لهم هو كان مجمع البلديات المشهور، وأيضا يتواجدون في أحياء بغداد الأخرى مثل طوبجي وحي الأمين وغيرها. كان الاحتلال، احتلال العراق عام 2003 في 9/4، منعطف كبير في معاناة الفلسطينيين واستهدافهم بشكل مباشر وممنهج، ومع تشكيل الأحزاب الموالية لإيران التي ساندت الاحتلال الأمريكي، قامت تلك الأحزاب بتعبئة ضد الوجود الفلسطيني واستهدافهم بشكل مباشر، وكانت كل بدوافع طائفية عنصرية وخدمة لإيران والكيان الصهيوني. ولكن استهداف الفلسطينيين كان معد مسبقا قبل احتلال العراق، والدليل على ذلك أنه في عام 2000 قصفت القوات الأمريكية مجمع البلديات في بغداد وأصابت عدد من الفلسطينيين وقتلت عددا آخر. إذا أردنا أن ندخل مباشرة في المبحث الأول الذي هو معاناة واستهداف الفلسطينيين من قوات الاحتلال بعد عام 2003، هناك إحصائية لبعض الجهات تؤكد أن من قتل من الفلسطينيين كان عددهم 600 شخص، وغيب أكثر من 550 شخص، وسجلت بعض المنظمات 809 اعتداء موثق وأكثر من 1000 معتقل وإصابة المئات من الفلسطينيين. ومن الجرائم التي ارتكبت في حق الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الأمريكي، أولها اقتحام السفارة الفلسطينية في بغداد عام 2003 في شهر 5،
وسرقة أرشيف السفارة، واعتقل طاقم السفارة مع القائم بأعمال السفارة، أودعوا في سجون الاحتلال الأمريكي ما يقرب من عام تقريبا. أيضا استهداف الفلسطينيين من قبل القوات الأمريكية من خلال القرار الذي نزع منهم صفة اللجوء في العراق، وذلك عندما أصدر بول بريمر مطلع عام 2004 قرارا ألغى فيه جميع الامتيازات التي منحها مجلس قيادة الثورة قبل عام 2003، ونزع صفة المقيم الدائم من الفلسطينيين، ووصفهم بريمر بأنهم أجانب غير مقيمين. ويعد هذا القرار هو بداية استهداف منظم للفلسطينيين في العراق. ومع أن هذا القرار مجحف بحق الفلسطينيين، إلا أن أعضاء مجلس الحكم آنذاك لم يقفوا ضد هذا القرار، وإنما صمتوا عليه وكأن شيئا لم يكن. ثم بعد ذلك تبين أنهم كلهم موافقون على هذا القرار، كما سيأتي في قرارات الحكومات العراقية بعد 2003. أيضا من الاستهداف الذي قامت به القوات الاحتلال الأمريكي في العراق مداهمة المقرات الفلسطينية المدنية داخل العراق. فأيضا استهدف قوات الاحتلال مقرات الفلسطينيين وأغلقت أبوابها واعتقلت العاملين فيها، ومن ذلك مداهمة مقر الهيئة الوطنية الفلسطينية في عام 2004 وتدمير ومصادرة محتوياتها واعتقال أعضائها ومطاردة وملاحقة بعض الذين لم يعتقلوا في تلك الحملة، واتهم رئيسها في بالإرهاب، وخصصت القوات الأمريكية 50,000 دولار لمن يدلي معلومات تؤدي إلى اعتقال رئيس الهيئة. وأيضا الاعتداء على بيت الطفل المسلم الفلسطيني، وأيضا الاعتداء على جمعية المرأة الفلسطينية، وأيضا الاعتداء على روضة وحضانة حيفا، وكذلك المراكز الأخرى. أيضا قامت القوات الأمريكية بقصف التجمعات الفلسطينية، وهذه انتهاكات خطيرة، عندما قصفت مجمع البلديات بالصواريخ والدبابات، ثم اقتحمته بعد ذلك في 7/4/2003، وأدى هذا القصف إلى تدمير أكثر من 12 شقة وقتل عدد من الفلسطينيين آنذاك. وفي 2/9/2004 طوقت قوات الاحتلال الأمريكي بالمدرعات والدبابات وقصفت بعض المجمعات، أيضا مجمع البلديات، واقتحمت المجمع واعتقلت عدد من الفلسطينيين من دون أي مبرر. ولا أريد أن أطيل على كثيرا في هذه الجرائم، فهي كثيرة جدا. أيضا من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمريكية هو حملة اعتقالات عشوائية طالت النساء وطالت الرجال وطالت حتى طلاب الجامعات، فاعتقل مرة واحدة 12 طالبا بدون أي مبرر، واعتقلت عدة نساء سواء في بغداد سواء في الموصل، وهناك إحصائيات كثيرة في هذا المجال. ولكن بالمجمل يتبين أن الاحتلال الأمريكي تعمد إفقاد الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في العراق، واستباحة انتهاك حقوقهم والإغال في معاناتهم من خلال غلق السفارة الفلسطينية واعتقال العاملين فيها. ولم يكن للأسف مجلس الحكم المشكل من قبل الحاكم المدني بول بريمر أقل سوءاً من قوات الاحتلال، لأنه تخلى أيضا عن الفلسطينيين كلاجئين وكضيوف على الشعب العراقي، وهذه كانت المعاناة الأولى التي كانت يواجهها الفلسطينيون في العراق. المبحث الثاني هو استهداف الفلسطينيين من قبل السلطات العراقية في العراق وميليشياتها وأحزابها. لم تختلف معاناة الفلسطينيين في العراق في ظل حكومات الاحتلال بعد عام 2003 تحت سطوة الاحتلال الأمريكي، وإنما ازدادت سوءا، فالانتهاكات تعددت وتنوعت ضدهم واستمرت ولم تتوقف، لأن الاحتلال هو من شكل هذه الحكومات على أسس طائفية وعرقية، وكانت سمة المحتل الأمريكي هو الاعتقالات، وكانت سمة الحكومات وميليشياتها هو القتل والخطف والاعتقال والتهجير بحق الفلسطينيين. ومن الأمور التي تظهر التجاوزات والجرائم بحق الفلسطينيين هو القرارات والقوانين الجائرة بحق الفلسطينيين.
ولعل من أهمها أنه استمر الحكومات المتتالية المتعاقبة في ظل الاحتلال استمرت بعمل قانون بريمر بعدم إعطاء صفة اللاجئ للفلسطيني ومعاملته معاملة الأجنبي الذي يدخل العراق، وأيضا ألغت الإقامة الدائمة ومطالبة الفلسطينيين بمراجعة مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية وإحضار جميع أفراد العائلة كل شهر. وكان هذا الذهاب فقط الذهاب إلى مركز الشرطة في عام بعد عام 2003 هو بحد ذاته مخاطرة، وكأنما يذهب الفلسطينيون إلى مراكز الشرطة كأنهم يذهبون ولا يعودون بسبب المخاطر التي كانوا يتعرضون لها. أيضا أوقفوا إصدار وتجديد وثيقة السفر كما ذكر أخي الأستاذ حاتم. هناك أيضا أمور أخرى من الاستهدافات، استهداف الفلسطينيين إعلاميا ومحاولة تشويههم. استهدفت الأحزاب الموالية لإيران والميليشيات الفلسطينيين من خلال شيطنتهم إعلاميا وتشويه صورتهم. فشن الإعلام الحكومي وقناة العراقية وقناة الفرات وصحيفة الصباح الناطقة باسم الاحتلال الأمريكي حملات تشويه كبيرة ضد الفلسطينيين في العراق لخلق رأي عام ضد الفلسطينيين في العراق، فحملوا الفلسطينيين مسؤولية مآسي العراق وما يتعرضون له من انتهاكات. فاتهموا الفلسطينيين بالتفجير بتفجيرات تقع داخل بغداد وحملتهم المسؤولية، فأخذوا يعتقلون الفلسطينيين. وفي حادثة خطيرة أيضا كان قد حدث تفجير في سوق شعبي في بغداد عام 2005، ثم ذهبت القوات الحكومية واعتقلت بعض الفلسطينيين، أربعة من الفلسطينيين، ثم بعد ساعات قليلة أظهرت القناة العراقية الفضائية أن المتورطين في التفجير هم من الفلسطينيين وتم إلقاء القبض عليهم. ثم في اليوم التالي شنت الصحف حملة إعلامية واسعة ضد الفلسطينيين، ثم أظهرت الحكومة في ذلك الوقت عراقيين يطالبون بطرد الفلسطينيين. فهذا كله كان ممنهج من أجل تشويه صورة الفلسطينيين. الإخوة الفلسطينيون ماذا فعلوا؟ خرجوا بتظاهرات يواجهون هذه الحملة الشرسة، كانت تظاهرات سلمية، فيطالبون بإطلاق سراح المعتقلين وأنهم لا صلة لهم بالتفجيرات وأنهم ضد الإرهاب الذي والتفجيرات الذي يواجه العراقيين. ولكن بعد ذلك ماذا فعلت الحكومة؟ أظهرت هؤلاء المتظاهرين على أنهم هم خرجوا من أجل إعادة نظام صدام حسين، وأنهم يشيدون بنظام صدام حسين، مع أن القضية مختلفة تماما. وبعد أن حكم هؤلاء بهذه التهمة التي لم يرتكبوها، تدخلت منظمة العفو الدولية بتوكيل محامين وتبين أن الاعترافات المنسوبة لهؤلاء الفلسطينيين غير صحيحة، ثم أطلق سراح المعتقلين بعد فترة من الزمن. ولكن الصحف العراقية والإعلام العراقي لم يتناول إطلاق سراح هؤلاء الفلسطينيين، وإنما كأنه أثبتت الجريمة بحقه. وفي 7/6/2005 عرضت قناة الفرات الطائفية فلسطينيين على أنهم مجموعة إرهابية وأجبرتهم على الاعتراف بجرائم لم يفعلوها، ثم بعد اعتقالهم أطلق سراحهم في 1/12/2005 لعدم ثبوت الجريمة عليهم، طبعا أيضا بعد تدخل منظمة العفو الدولية. ولكن الغريب أنه بعد شهر القناة العراقية تظهر تسجيل هؤلاء الذين أطلق سراحهم على أنهم مجرمون وارتكبوا تلك الجريمة التي أصلا هم أطلق سراحهم. ومن النصوص التي كانت تكتب في جريدة الصباح اليومية الناطقة باسم الاحتلال أنهم كانوا يكتبون: احذر من الفلسطيني لأنه سيحاول وضع العراقيل أمامك، وخاصة إذا كان قد أكل من نعمة العراق. وأيضا كانت تكتب مقالات بعناوين كثيرة، ومن ضمن المقالات مقال بعنوان: بين العراقيين والفلسطينيين من يقتل من؟ وقد ضمنت المقالة افتراءات وأكاذيب كثيرة من أجل زرع الفتنة ضد بين العراقيين والفلسطينيين. وأيضا كانت تعلق لافتات كبيرة في الشوارع وعلى بعض مراكز الشرطة في بغداد، كتب عليها: نطالب بطرد ناكري الجميل المرتزقة الدخلاء الذين سفكوا دماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي ونسوا شهداء العراق في دير ياسين والجولان والكرامة. فإذا هذه كلها كانت مستهدفة وتستهدف الفلسطينيين، وكانت حملات ممنهجة. أيضا ارتكبت الحكومات العراقية والميليشيات
ضد الفلسطينيين مجازر وانتهاكات واسعة، منها فقد تعرض الفلسطينيون إلى حرب إبادة جماعية وحملة اضطهاد وتطهير عنصري كبير جدا، أجبرت أكثر من 45 فلسطيني ألف فلسطيني على الهجرة، ولم يبقى في العراق إلا أقل من 4000 فلسطيني هم الآن متواجدون في العراق، ولو سمحت لهم الفرصة لم يترددوا في مغادرة العراق، لأن ممارسات القتل والانتهاكات والاعتقالات والتهديدات هي مستمرة ولم تتوقف. فالتهجير، أمثلة من التهجير الذي تعرض له الفلسطينيون في العراق، فمثلا في حي الصحة في بغداد تلقت أكثر من 100 عائلة فلسطينية تهديدات بالقتل والإحراق إذا لم يغادروا بغداد خلال 72 ساعة، وهذه المنطقة كانت خاضعة لسيطرة جيش المهدي للتيار الصدري. وفي مجمع البلديات تعرض الفلسطينيون إلى حملات متكررة تهديد بالقتل إذا لم يتركوا بيوتهم ويغادروا العراق. وأيضا سجلت لجنة الإغاثة والمساعدات في منظمة فتح الفلسطينية تهجير قسري ل 344 أسرة فلسطينية في بغداد خلال شهر واحد في عام 2003. ومن وسائل التهديد كانت تمارس عليهم إرسال ظرف فيه عليه بقعة دم وفيه رصاصة، وأيضا كان يهجم أو يهجمون على البيوت الفلسطينية ويضربونها بقنابل صوتية كي يرعبوا الفلسطينيين من أجل أن يتركوا منازلهم. أيضا تعرض الفلسطينيون في تجمعاتهم السكنية إلى قصف واقتحامات من قبل الميليشيات والحكومة والأجهزة الأمنية، ورصدت إحدى المنظمات أكثر من 250 اعتداء بالقصف والاقتحام لمجمعات سكنية فلسطينية من قبل الميليشيات والأجهزة الأمنية. وأيضا تعرض الفلسطينيون إلى حملة قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري كبيرة جدا، فكانت الجهات الحكومية تعتقل وتقتل الفلسطينيين تحت التعذيب، وقد أكدت هذه الجرائم Human Rights Watch وبينت أن المعتقلين كانوا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، وأكد التقرير وجود حالات تغييب لعشرات الفلسطينيين. وفي 23/1/2007 وثقت هيئة علماء المسلمين اختطاف 27 شخص من الفلسطينيين في منطقة الكرادة وحدها من قبل القوات الحكومية، وغالبا ما كان مصير هؤلاء المختطفين هو القتل والإلقاء في الشوارع، كما كان أيضا العراقيون يفعل بهم هكذا. وهناك حادثة مؤلمة يتناقلها الفلسطينيون في العراق، يعني تظهر مدى تعرض الفلسطينيين لانتهاكات بشعة. ملخصة أن أحد العناصر الميليشياوية جاء إلى صديقه بأحد الإخوة الفلسطينيين وذبحه تحت قدمه هدية له يوم عقد قرانه. هذه هي أبرز العوامل التي دفعت الفلسطينيين إلى مغادرة العراق في ظل فقدان الثقة التامة بالحكومة أو بالحكومات المتعاقبة على حكم العراق، واللجوء إلى مخيمات، النزوح في الصحراء على الحدود العراقية السورية الأردنية، وازدادت معاناتهم ومأساتهم، ولم يستريحوا أو يهنأوا من القتل أو الانتهاكات، وإنما لحقتهم الميليشيات والقوات الأمريكية فمارست عليهم أيضا انتهاكات واعتقالات داخل هذه المخيمات التي هي أيضا في الصحراء. المبحث الثالث تناولت فيه الجهات المتورطة باستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم، وهي معروفة لدى الجميع، فقد تشارك على اضطهاد الفلسطينيين في العراق عدة جهات، وأولها قوات الاحتلال الأمريكي والحرس الثوري الإيراني والحكومات في العراق بعد 2003 والأجهزة الأمنية وميليشياتها الطائفية الموالية لإيران، لأن الميليشيات هي الأداء الأبرز والأقوى في العراق، من خلالها تمارس إيران أنشطتها داخل العراق. ومن هذه الميليشيات جيش المهدي، منظمة بدر، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، حزب الدعوة، حزب الله العراق، كتائب الإمام علي، وغيرها من المسميات التي أصبحت الآن تدخل تحت مسميات ميليشيا الحشد الشعبي. فتآمر هؤلاء وتشاركوا في استهداف الفلسطينيين، والشواهد والدلائل على ذلك كثيرة، وأولها اشتراكهم في استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم، وقد تقاسموا هذا الجهد، كل يقوم بواجبه، والغاية هي كانت واحدة، استهداف الفلسطينيين وقتلهم وتشريدهم. في 27 رمضان تعرض مجمع البلديات لقصف عشوائي بالهاونات بعد صلاة التراويح، أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات،
ثم اقتحمت قوات الاحتلال الأمريكي المجمع بالقنابل الصوتية والعبوات الناسفة ودمرت بعض الشقق السكنية مصطحبة كانت معها الكلاب البوليسية، وثم شنت حملة اعتقالات واسعة من النساء والأطفال وكبار السن، وكان الأولى بها والأجدر بها كقوات احتلال هي أن تمارس هذه القوة ضد الميليشيات التي قصفت المجمع وليس العكس. إذن سوف أختصر سريعا على فقط العناوين. من عوامل الاشتراك، هؤلاء جميعا اشتركوا أيضا في تشكيل القوات الأمنية من الميليشيات الموالية لإيران، وأيضا كان الإشراف الإيراني المباشر على الميليشيات في العراق. أيضا كانت هناك من الدلائل التي أو ثبتت هذا التعاون هو بيانات هيئة علماء المسلمين وتصريحاتها من خلال كشفها للتعاون المشترك بين هذه الجهات، جميعها اشتركوا في استهداف الفلسطينيين. المبحث الرابع هو ضمنته لبيان العلاقة بين أمريكا وإيران والكيان الصهيوني. فمن يتابع الحرب الإعلامية بين إيران وبين أمريكا والكيان الصهيوني سيتصور للوهلة الأولى أن هناك عداء وصراع محتدم بينهم، وربما قضية الرهائن الأمريكان والحصار الجزئي الأمريكي على إيران تعزز هذا التصور، ويمكن أن يعذر أصحاب هذا التصور قبل احتلال العراق وأفغانستان، لأنه كان ممكن أن يكون قد انخدع بالخلافات التي تطرأ أو تظهر على الساحة، أو أن المؤشرات كلها تذهب بهذا الاتجاه. ولكن في السنوات الأخيرة أظهرت الدلائل والشواهد العملية أن هناك تعاون بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني، وهذه من هذه الدلائل سأذكر سريعا. أولا، تعاون أمريكا والكيان الصهيوني مع إيران في احتلال العراق ثم تسليمه لإيران، وهناك اعترافات صريحة موثقة من مسؤولين إيرانيين بأن إيران ساعدت أمريكا في احتلال العراق، ومنها ما قاله نائب الرئيس الإيراني محمد أبطحي، نائب الرئيس محمد خاتمي، حيث قال: لولا إيران لما تمكنت أمريكا من احتلال العراق وأفغانستان. وقد كرر رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هذه العبارة في نفس الإطار عندما قال: لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد، والتعاون عن طريق تحريك أحزابها وميليشياتها كان هو السمة الأبرز في خدمة الاحتلال الأمريكي، مثل المجلس الأعلى ومثل حزب الدعوة وجيش المهدي وغيرها، وبسبب ذلك نالت إيران حصتها من الاحتلال في كلا البلدين. وقد اعترف بعض المسؤولين العرب بأن أمريكا تسعى لتسليم العراق إلى إيران، ومن هذه التصريحات تصريح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في حينها عندما قال: إن أمريكا قدمت العراق لإيران على طبق من فضة. وقد حذر من هذا الخطر المسؤولون في الأردن وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني، ونشرت السياسة صحيفة السياسة الكويتية عام 2006 عن السيد عبد الله جول وزير الخارجية التركي حينها تحت عنوان: تركيا تحذر من مخطط إيراني للسيطرة على العراق وتصدير الثورة إلى العراق. أيضا هناك تعاونت أمريكا وإيران وميليشياتها في القضاء على انتفاضة العشائر العراقية، وهذا معلوم من يتابع الأمر. وأيضا تعاملت أمريكا مع أذرع إيران في العراق وسلمتها السلطة. أيضا هناك محاولات القضاء على المقاومة العراقية، لو كانت هناك إيران فعلا تخاصم أمريكا لما تعاونت إيران مع أمريكا للقضاء على المقاومة العراقية، وهذا واضح وثابت للعيان. أيضا الصمت الأمريكي عن تهديدات الحوثيين واحتلال إيران جزر إماراتية، وأيضا التوسع الإيراني والتخادم الإيراني الأمريكي فيما يجري في سوريا. أما في جانب التعاون الإيراني مع الكيان الصهيوني فقد ثبت بالأدلة وجود تعاون مشترك بين إيران والكيان الصهيوني، ربما عرج عليه الإخوة قبلي ولكن أذكره سريعا. أولا، ما عرف في وقتها بفضيحة إيران جيت أو إيران كونترا، وينسب اسمها إلى صفقة سرية لبيع الأسلحة بين أمريكا وإيران وبواسطة الكيان الصهيوني، على الرغم من قرار حظر بيع الأسلحة إلى طهران. وقد كشف تصدير السلاح، وكان هناك يعني طائرات مخصصة لنقل السلاح
في حرب العراق ضد في حرب إيران ضد العراق، وكان هذا واضحا وقد كشف للعلن. أيضا استهداف الفلسطينيين في العراق فهي اشتركت به أمريكا وإيران والكيان الصهيوني. وثالثا التغلغل الإيراني في سوريا، فبما لا يخفى على عاقل أن إيران أصبحت رقما صعبا في سوريا، وقواتها من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات تسيطر على مساحات واسعة من سوريا، وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك اتفاق بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى يسمح لإيران في التمدد في سوريا وبعض الدول العربية. وإلا لو كان هناك عداء حقيقي بين الطرفين لما سمحت أمريكا وإسرائيل بتواجد قوات وميليشيات إيرانية على مقربة من الكيان الصهيوني. وختاما يعني أذكر هنا لا سيما أن المقاومة العراقية التي تجابه وتحارب المحتل كما تفعل صنوانها المقاومة الفلسطينية قد أثبتت بالأدلة والشواهد التعاون الإيراني الأمريكي في احتلال العراق، الذي لولاه لما تمكنت المقاومة المقاومة العراقية من إنهاء المشروع الصهيوني الإيراني منذ وقت مبكر. وقد رأينا جميعا تداعيات احتلال العراق على مستقبل المنطقة والعالم كله، ورأينا أيضا كيف استطاعت إيران أن تنجح في تحقيق كثير من أهداف المشروع الصهيوني الأمريكي وتنزع العراق من حضنه العربي لصالحها وصالح أمريكا والكيان الصهيوني، كما تفضل إخوتي الباحثون قبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الدكتور ثامر العلواني على هذه الورقة الطيبة النافعة، وأتيح المجال لتوجيه الأسئلة للأخ الباحث. دكتور أستاذنا أبو صهيب ثم الأستاذ أبو عمر. المتحدثين الأوائل ظلموا بالنسبة للإخوة مع احترام التقدير، فإحنا نقدر نسترجع أصلاً استرجاع الحقيقة. أنا على الحقيقة يعني عندي هيك فكرة وأتمنى أن يعمل عليها، وهي أنه شعوبنا ذاكرتها ضعيفة أو مخزوقة بلا ذاكرة، لأنها بلا أرشيف أصلاً. والإخوة في واقع الاختصاص وواقع الجغرافيا يعني وواقع الوجود العملي هناك، قد لا نستطيع نؤدي هذا الدور، لكن أنتم في موقع الحدث، فأتمنى عليكم أن هذا التاريخ الأسود لهؤلاء يعني بدون مؤاخذة أسف التعبيرات يعني السفلة، أنه ينشر حقيقة، يجب أن ينشر هذا، وحتى هذا أفضل رد للناس حتى تعرف ذاكرة الذاكرة يتم إعادة إحياء. هذا التاريخ الأسود يجب أن يحيى، يجب أن يكشف، يجب أن يعرض، يجب أن يستمر بإعادة نشره ويوثق توثيقاً علمياً منهجياً حقيقياً. وحقيقةً شيء آخر أنه رد الفعل والجهات التي عملت على مواجهة هذه الأنشطة مش معقول، يعني هناك جهات خطاً في العراق لابد أن عملت على حماية شعبنا، وشعبنا ولا كل شعبنا شعبنا العراقي وشعب الفلسطيني شعب واحد لا يوجد شعبين، لكن من باب تخصيص الأمور. أنا أعتقد يجب كذلك أن ينشر دور الإخوة والمؤسسات التي دافعت عن وجود أهلنا هناك، وينشر هذا التاريخ ويسجل ويتم نشره بطريقة ممنهجة ومبرمجة. شكرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني الحقيقة هذه ورقة لغاية الأهمية، وأهميتها تنبع من أيضا كذلك ترسيخ، وخاصة أن هذه الندوة يقيمها العلماء في هيئة علماء فلسطين وهيئة علماء العراق، أن استهداف الفلسطينيين في العراق سواء كان من الأمريكان أو من الحكومات المتتالية بعد ذلك يشبه استهداف الفلسطينيين في لبنان. يعني استهدفوا من عدة أطراف، من النصارى ثم من حزب الله أمل اللي هم
نعم في حرب المخيمات، هذا لأنه الفلسطينيين لهم قاسم مشترك مع العراقيين بأنهم من أهل السنة، لا يوجد فلسطيني شيعي، لا يوجد فلسطيني إلا قليل يعني نصراني، ولذلك هم استهدفوا، ولأنهم أيضا كذلك من يعني مما يغذي الشعوب وجودهم، يذكرهم بقضيتهم قضية المسجد الأقصى المبارك، ويذكرهم بعدائهم للصهيونية، ولذلك هم مستهدفون لذلك الأمر. وهذا يعني الحقيقة نحن نقولها وبكل افتخار أن كثيرين من الفلسطينيين عندما رأوا القنابل الأمريكية تنزل على بغداد هم ذهبوا إلى بغداد واستشهدوا في بغداد، ويعني هؤلاء ليسوا أرقاما وليسوا نكرات، وإنما هم أناس تفاعلوا مع أمتهم، ولا فرق بين بغداد ولا القدس ولا غيرها من عواصمها، كلنا نحن نحمل يعني هم هذه الأمة بأسرها. أقول هذا الاستهداف الإجرامي الذي حصل للفلسطينيين وطبعا ولإخواننا السنة في العراق، هذا يجب أن يكون واضحا، وأنا أقول بكل صراحة وبكل وضوح وبدون أي معارض، إخواننا العراقيون هم أكثر الناس قدرة على أن يبينوا للفلسطينيين غايات إيران من دعم حركات المقاومة الفلسطينية، يعني هي تدعمها في جهة وتقتل الفلسطينيين في جهة. أنتم أكثر الناس قدرة على أن تضعوا الصورة واضحة، إذا كان على فرض إخوانكم في المقاومة لا يريدوا أن يتعبوا أنفسهم في هذا الشيء ويصلوا إلى نتيجة أنهم يتحالفون مع ثعبان وأفعى يبث سموم، أنتم تستطيعوا أن تقدموا هذا بكل وضوح وبكل اقتدار. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم تفضلوا. دكتور يحيى تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ثلاث أمور. الأمر الأول ذكر أخوي الدكتور محمد تفاعل العراقيين مع القضية الفلسطينية، ولكن ربما نسي في بحثي شيئا، عندما حدثت الحرب على غزة قامت المقاومة العراقية بجهد عسكري ضد الاحتلال الأمريكي تحت مسمى نصر غزة في ذلك الوقت. هذا أولا. بالنسبة لما ذكر أخوي الدكتور ثامر، أيضا كانت هناك فترة نزوح للإخوة الفلسطينيين بعد حرب بيروت، وجاءت فصائل كثيرة إلى العراق وعوائل كثيرة إلى العراق. تعقيبا مع ذكر أخي أبو عمر حول أن العراقيين أولى بالبيان فيما يحصل للفلسطينيين في العراق، أقول في مؤتمر يوم القدس في عام 2005 في شهر نوفمبر كنا حاضرين، وكان هنا في اسطنبول حصراً كان المؤتمر، وتكلم التسخيري اللي كان أيضاً عضو في الاتحاد العالمي، وتكلم عن فلسطين والقدس والمقاومة إلى آخره. ففضيلة الشيخ حافظ الله رحمه الله طلب الحديث من في وقت الأستاذ عبد العظيم المغربي، وصعد إلى المنصة وقال الذي يريد تحرير القدس ويدافع عن القدس لا يقتل الفلسطينيين في بغداد، وتكلم بحوار صريح كامل. المسألة الأخرى، كل هذه الحوادث التي ذكرها أخي فضيلة الدكتور ثامر ومع ذكره الإخوان، هذا كله موثق ببيانات وبتصريحات صحفية في بيانات الهيئة، وهو موجود مطبوع بأربع مجلدات. نعم، وهذا تجد فيه الكثير من هذه الأمور، وأيضاً كتاب التصريحات الصحفية وأيضاً هو طبع، فكثير من هذه الأمور موثقة لكن تحتاج إلى جمع وتكون في كتاب موحد فيما يخص الفلسطينيين في العراق. وجزاكم الله خيراً. الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم. هل من مداخلة إخوة؟
قبل أن نعطي الكلام لإغلاق عند الإخوة الباحثين. أستاذ محمد مشينش تفضل. أنا كان الشغلة الأولى كل ما قال الباحث الدكتور ثامر أنا ممن عاش تلك الفترة شاهد على كل ما جرى فيها وظلم. والله يا أخوة مستوى الظلم شيء لا يوصف. يعني أنت عندما تقول يعني لما تكتفي إنه والله ظلمنا لا يكفي هذا الكلام، هذا توضيح، لأنه حجم الظلم لا ينم عن أي، ما في أي مبرر. والله يا أخوانا يعني الحديث طويل وذو شجون، لكن دكتور ثامر أثناء كلامه فعلا أثار في تلك الأيام. أنا غادرت العراق في 2011 شهر 9، وكنت يعني من متابع هذه القضايا، وكل عندي وثائق وتفصيلات وما كان يلقى علينا في البيوت من أوراق تهديد يا أعداء أهل البيت وأعداء الإسلام وإلى آخره. وحتى لما اقتحموا علينا المسجد في مسجد القدس في البلديات وكتبوا أن هذا الماء حرام عليكم ما تشربوه، وضربوا حتى المصحف، ضربوه في طخوا عليه بالإسلاح. أحداث كثيرة يعني لا يمكن أن يعني أنه الإنسان يتخيلها في ذلك الوقت. والله لما كنت أروي حتى لما انقتل الشيخ توفيق رحمة الله عليه، توفيق عبد الخالق اللي عمره يعني وزنه 55 كيلو، يعني أي خطر يأتي من هذا الرجل وهو كان يمشي في الشارع. سبعيني رجل سبعيني. والله يا أخوة هذه إيده 360 درجة، إيديه 360 درجة، هذا وجهه بالأعقاب السجائر عليها، لحيته محروقة. إيش هالظلم هذا يعني؟ عشان شو؟ إيش هالغل هذا اللي في الداخل الذي وجدوا منفسا أن يعبروا به بهذه الطريقة؟ ناهيك عن استخدام مية النار. والله يا أخوة إيش بده الواحد يذكر؟ والله بالصور حطوا حبل على واحد من الطوبشي من عندنا من حي السلام، حطوا له حبل من هون وظلوا يلفوا به إلى أن الحبل دخل من هون وطبق مع عمود الفقري. لما جينا حممناه، اللي حممه رحمة الله عليه الشيخ حامد الحانوتي رحمة الله عليه، هو اللي غسله، وما قدرنا نطلع الحبل من رقبته لأنه داخل جوا داخل في أوداجه، فما استطعنا. رحمة الله عليه حامد الحانوتي كان يغسل أحد الأموات، وثاني يوم إحنا كنا نغسل بحامد الحانوتي لأنه قتل. قتلوه طبعا، هم قتلوا الميليشيات، أخذوه وقتلوه بطريقة يعني للأسف يعني واحد إيش بده يحكي. فلذلك يا أخواننا والظلم يعني أنت بتروح، كنت على أي مؤسسة حكومية أنت معرض للقتل. يعني ما في ما يعني الأمر لا 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 يوجد فيه أي تراخي. مجرد أن يكتشف أنك فلسطيني مباشرة أنت بتروح للميليشيات ثم تقتل. أما الإظهار والتشويه على الإعلام وغيره فكان فحدث ولا حرج، بكل سهولة يعني يخرج التهم ومباشرة بلصقوها بالفلسطيني واعتبار ناكر جميل وغيره من القصص اللي كانت تساق. وللأسف كانت يعني فعلا أمر مؤلم. والآن عندما كان يذكر ذلك الدكتور ثامر أنا فعلا استذكرت تلك الأيام، وخصوصا المخيمات اللي كانت على الحدود في مثل هذه الأيام. كنا في الشتاء نروح نزورهم ونأخذ لهم بعض المساعدات وغيره. والله يا أخوة أمر مبكي. يعني طبعا جزا الله خير العشائر اللي كانت في الرمادي، كانوا يقفوا معهم من أول من ذهب لهم. العشائر في الرمادي ذهبت لهذه المخيمات وقدموا لهم الدعم والإسناد، حتى لما كانت بعض القوات الحكومية تحاول تهجم عليهم كانت العشائر تمنعها. أنا بدي أختم بس تسمحوا لي. كثير من الإخوة يعني عندما بيجي يعني بيجي اسمي مباشرة، لأن أنا متربي في العراق وعشت يعني ومواليد العراق ولكني فلسطيني الأصل، ففي قصيدة كتبها الأخ الحبيب الشيخ حسن طالب وهو كان إمام وخطيب جامع القدس وهو الآن هاجر خرج من العراق، يقول في قصيدة وتنطبق على أخوكم إذا بتسمح لي طبعا رئيس الجلسة. يقول لي: لكل في الوراء أم، لكل في الوراء أم، ولي في الخلق أماني، وفي كل سرى دم ويسري في دماني، وفي كل امرئ روح، وفي جنبي روحاني، هما روحاني قد جمعا، نبو نصر إخوان العراقيين، نبو نصر بكنعاني، وبدماني قد سريا على مهل بشرياني، دم من دجلة الخضرة ومن طبرية الثاني، ولي أماني تبتهجاني في قدس وبغداني، أنا بالقدس مفتخري
وما يسمو به شاني، وفي أعتابه أملي، وفي عينيه أحزاني، وفي بغداد تذكاري، وفي بغداد عنواني، وفي بغداد مسجدنا قدسنا الثاني، ولي فيها ملاعب كنت أهواها وتهواني، ألا بوركت يا بغداد من حضن وتحناني، فأنت هواي يا بغداد ما فارقت أحضاني أبدا. جزاكم الله خير. الله يحييكم، بارك الله فيك. يبدو أن ورقة الدكتور ثامر قد حركت الأشجان وفاضت القرائح، ويبدو يا دكتور أننا بحاجة إلى ندوة جديدة بعنوان الخطر الإيراني على العراق وعلى البلاد العربية والإسلامية. هل من إضافة دكتور؟ عندكم شيء أستاذنا الكريم دكتور؟ بارك الله فيكم. مشايخنا الأفاضل، ننهي إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، باسم هيئة علماء فلسطين وهيئة علماء المسلمين في العراق، أشكركم كل الشكر على حضوركم والإخوة المتابعين كذلك، وأتوجه أيضا بالشكر إلى السادة الباحثين الذين قدموا أوراقهم في عنوان هذه الندوة، الخطر الصهيوني على العراق وواجب علماء العراق وفلسطين في مواجهته. كل من الأساتذة الكرام الدكتور جاسم الشمري وورقته أثر العراق التاريخي في خدمة قضية فلسطين، الأستاذ داود خلف وورقته الاستهداف الصهيوني للعراق وأثره في فلسطين والمنطقة، فضيلة الدكتور مثنى حارث الضاري وورقته بعنوان جهود علماء العراق والعلماء الفلسطينيين في العراق في مواجهة الخطر الصهيوني، والسادة الباحثين في الجلسة الثانية الأستاذ حاتم الفلاحي وورقته أثر الغزو الأمريكي في التغلغل الصهيوني في العراق، الأستاذ محمد مشينش وورقته بعنوان التطبيع وأثره على العراق وفلسطين، والأستاذ الدكتور ثامر العلواني وورقته بعنوان أوضاع الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال. هذه المحاور الستة التي تم تناول الموضوع من خلالها. مجددا أتوجه إليكم جميعا بالشكر على الحضور وعلى المتابعة، وأشكر الأخوة في الفريق التقني والإعلامي وقناة الرافدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.